العزيز محمد جروب 11، هتكلم عن مشروع الفيجن جارد، وهو عبارة عن سيرفيلانس ومونيتورنج روبوت. طب ايه هو السيرفيلانس ومونيتورنج روبوت، وايه هي المشاكل اللي احنا كنا بنهدف ان احنا نحلها بالروبوت ده؟ اول مشكلة عندنا وهي المونيتورنج في الهازاردز اريا، والهازاردز اريا هي الاماكن اللي صعب الانسان يصل ليها، لانها ممكن تكون اماكن بعيدة او اماكن ضيقة. وتاني حاجة عندنا هي السكيورتي، والسكيورتي ده مثلا في المصانع او المؤسسات العامة، بنهدف ان احنا نقلل فيها العامل البشري ونزود الكفاءة. وتالت حاجة عندنا هي الـ Complex Environments، لأن المشروع بتاعنا معتمد بشكل كبير على الـ AI Control، فهيكون مثلا في أماكن الـ AI ما يقدرش إن هو يحدد أحسن تراك يمشي فيها، فبنضطر إن احنا نستخدم الـ Manual Control. إزاي بقى بنحل المشاكل دي؟ أول حاجة عندنا هي الـ Face Recognition Technology، وطبعا AI Model بيحدد فيه النون فيسز والانون فيسز عن طريق فيسز احنا اصلا دخلنا له داتا سيت مسبقا. فبيبدا ان النون فيسز والانون تبان عند اليوزر اللي معاه الموبايل ابلكيشن، بحيث ان هو يقدر يعمل تراكنج على اي فيس قدامه. ودي هي التراكنج تكنولوجي. بعد طبعا ما يوصل له يظهر له فيديو ستريم النون فيسز والانون فيسز بتاع كل الوشوش اللي ظاهره في الكاميرا بتاعه الروبوت، هو يقدر يختار اي فيس موجود ويخلي الروبوت يعمل له تراكنج. وتالت حاجه عندنا طبعا هي الريال تايم فيديو ستريمنج، وطبعا دي هو موبايل ابلكيشن موجود فيه اكتر من يو اي بيج، وفي يو اي بيج موجود فيها الفيديو ستريم، بحيث ان ممكن المراقب يفضل يراقب الفيديو ده فيتعرف على الوشوش الموجوده، هل كل الموجودين شغالين في المصنع ده او المؤسسه او لا. ورابع حاجه هي الفيرساتيل كنترول ميثودز، وطبعا دي اللي احنا كنا بنتكلم عليها. لو الـ AI Control كان في أماكن هو معرفش مثلا يختار أحسن تراك أو معرفش يتصرف فيها، فساعتها ممكن نستخدم الـ Manual Control، سواء كان الـ Glove Control أو الـ Joystick Control عن طريق الموبايل أبليكيشن. بعد كده هنتكلم عن التكنولوجيز used الموجودة. أول تكنولوجي عندنا وهي الـ Embedded System Technology، ودي اللي موجودة طبعا عندنا في الـ موجودة في الـ Glove وموجودة في الـ Micro Controller. وبعد كده عندنا الـ AI، وموجود في الـ Recognition Model، وموجود في الـ Tracking Model والـ AI Control. بعد كده الـ Mobile Application، واللي بيتيح لينا فيديو فيد، الفيديو فيد اللي بيظهر لليوزر الموجود، والـ Joystick Control في حالة إن اليوزر اختار أصلاً الموبايل كنترول، والـ Control Methods لأن هي بتبقى UI Page موجود فيها 3 Control Methods. أول واحدة عندنا هي موبايل كنترول، بعد كده الجلاف كنترول والاي اي كنترول، وبعد كده عندنا الباك اند واللي موجود في لوجن سيستم وسبسكريبشن، ده طبعا الموبايل ابلكيشن، وموجود ويب سايت كامله لشرح المشروع ككل. بعد كده البروجكت ديزاين بتاع المشروع بتاعنا، ده طبعا البروجكت ديزاين بتاعنا. هنبدا اول حاجه بجزء الجلاف، وهو عباره عن اردوينو واتنين فليكس سنسورز. الفليكس سنسور طبعا دول على حسب البندنج بتاعهم، لو احنا اليوزر بنختار جلاف كنترول على حسب البندنج بتاعهم هنقدر نتحكم بالمواتير عن طريق البي دبليو ام بتاعتهم من تايمر واحد. فبعد ما الاردوينو بيقرا الانالوج فاليو من الفليكس سنسور دي وبيحولها لديجيتال عن طريق الاي دي سي بريفرال، بنبدا ان احنا نبعت القيم دي للبلوتوث موديول عن طريق اليو ارت عن طريق بود ريت معين. والبلوتوث موديول ده طبعا عاملينه كونفيجريشن كماستر اللي هو متصل بالاردوينو، وبيقدر ان هو يبعت للسليف موديول، بيبعت له عن طريق بلوتوث طبعا اللي متصل باليو ارت للمايكرو كنترولر بتاعنا. وعن طريق المايكرو كنترولر ده هنقدر نتحكم بالفاليوز اللي جت من البلوتوث موديول، وهنتحكم فيهم في التو دي سي موتورز اللي عندنا، بحيث مثلا ان لو عملنا بيندنج للاول فليكس سنسور عندنا الروبوت هيمشي في الاتجاه الفورورد، ولو عملنا بيندنج للفليكس سنسور التاني الروبوت هيمشي في الاتجاه الباكورد، ولو الاتنين في نفس الوقت الروبوت هيعمل روتيشن. وهنيجي بقى لجزء الـ ADC الموجود عندنا. موجود عندنا LDR سنسور، وده طبعا بنقرا منه انالوج برضه فاليوز بس في المايكرو كنترولر بتاعنا عن طريق الـ ADC بريفرال، وبنقدر نتحكم فيه. يعني الـ LDR سنسور هو بيقرا الإضاءة، فمثلا لو إضاءة المكان خافتة أو الإضاءة مثلا ليلية، فهيقرا عندنا لكس قليل أو قيمة قليلة، وبرضه لو إضاءة المكان عالية فهيقرا عندنا قيمة كبيرة. فعلى حسب القيمة اللي بتجيلنا دي هنقدر إن احنا نتحكم في فلاش
عن طريق ريلاي، مستخدمين ريلاي طبعا عشان الباور بتاع الراسبري باي الموجودة والمايكرو كنترولر يعني هيبقى قليل جدا لو شغلنا الفلاش لايت، خصوصا ان الداير موجودة يعني كبيرة حجما وهتستهلك باور عالي. هنيجي بقى لحتة الالتراسونيك الموجودة عندنا، والالتراسونيك مستخدمين تايمر واحد برضو بس مستخدمين في الاي سي يو، والاي سي يو لان المتكبة شريرت هو بيستلم مع الالتراسونيك، واللي بتستخدم معانا في الاوبستكل افويدنس، بحيث ان مثلا اول واحده دي موجوده في وش الروبوت والتانيه موجوده في ظهر الروبوت، فمثلا لو اليوزر قدامه مثلا اوبستكل وفضل ان هو يعني يمشي ناحيه الاوبستكل دي، الالتراسونيك هتوقفه عند مسافه معينه، وكذلك برضو الباكورد التراسونيك. هنيجي دلوقتي للكوميونيكيشن بروتوكول المستخدم بين المايكرو كنترولر والراسبيري باي الموجود، ومستخدمين عندنا الـ SPI Communication Protocol، هو طبعا Full Duplex Synchronous Protocol. الراسبيري باي بقى لما تيجي هنا، ما هي متصلة بسيرفر موجود، السيرفر ده بيوصلنا بالـ AI Model الموجود أو الـ AI Models لأنهم أكتر من واحد، موجود عندنا Recognition وطبعا موجود التراكنج وموجود حركة البان تلت، وهي اللي مكونة من سيرفوهين، تو سيرفو موتورز وكاميرا. وطبعا عن طريق السيرفوهين دول نقدر نحرك الكاميرا في اي اتجاه في الاكس اكسس والواي اكسس، فمثلا لما نيجي نعمل تراكنج لشخص معين، البان تلت او التو سيرفوز دول بيفضلوا يتحركوا عن طريق الاي اي موديل ناحيه الفيس بتاع الشخص الموجود. وموجود طبعا السيرشنج الجوريزم عندنا اللي متضافه برضو في الموبايل ابلكيشن. فهنيجي بقى لجزء الفلاتر اللي موجود وبرضو اللي متصل بالسيرفر بتاعنا. الفلاتر طبعا بيتيح لنا ستريمينج وبيتيح لنا سيرشنج وفي لوجن سيستم وسبسكريبشن وطبعا الفيكل او الروبوت كنترول. دلوقتي هتكلم في جزء الامبيدد سيستم اللي انا اشتغلت فيه. انا اشتغلت في كود المين عامه بتاع المايكرو كنترولر الموجود، واشتغلت في الاس بي اي كوميونيكيشن بروتوكول في الطرفين، يعني في المايكرو كنترولر وفي الراسبري باي. فاللاير ده اركتكتشر عندنا، هو اول حاجه هي الليب لاير، وطبعا موجود فيه البيت ماس والاس تي دي والام سي يو اللي موجود فيه كل الريجسترز الموجوده، والام كال لاير اللي موجود فيه تايمر واحد، وموجود فيه برضو درايفر البي دبليو ام، وموجود فيه الاي دي سي انالوج ديجيتال كونفرتر. والها لاير عندنا موجود فيه درايفر الالتراسونيك، وموجود فيه درايفر الدي سي موتورز، والدرايفر بتاع ال دي ار، والابلكيشن لاير طبعا موجود فيه عندنا كود المين عامه. هتكلم دلوقتي على الـ SPI السيريال بريفرال انترفيس، هو عباره عن فول دوبلكس بروتوكول، يعني طبعا ان احنا ممكن نبعت ونستقبل في نفس الوقت بين الراسبري باي والمايكرو كنترولر، وهو برضه سنجل ماستر مالتي سليف كنترولر بروتوكول، بس احنا عندنا في البروجكت بتاعنا مستخدمين طبعا سليف واحد. عندنا الراسبيري باي هي الماستر والمايكرو كنترولر هو السليف. الاس بي اي اوبريشن طبعا هو بيشتغل كشيفت ريجستر اوبريشن. الاس بي اي عامه هو بيحتاج اربع سلوك، ماستر اوتبوت سليف انبوت وماستر انبوت سليف اوتبوت والسليف سيلكت، وطبعا بالنايت كلوك. الكلوك طبعا هو اللي بيعمل لها جنريت هو الماستر، والسليف بيشتغل على الكلوك اللي الماستر بعتها له. فازاي بقى الداتا بتتبعت مثلا من الراسبيري باي او بتتبعت من السليف اللي هو المايكرو كنترولر؟ فبنبدا مثلا الراسبيري باي هيبعت الموست سيجنيفيكانت بت هناك، فبتوصل للمايكرو كنترولر عند الليست سيجنيفيكانت بت، وبعدين الراسبيري باي هتشفت بتاية اللي في الموجوده في الاس بي دي ار اللي هو طبعا الريجستر اللي بنخزن فيه الداتا، وفي نفس ذات الوقت البتايه اللي موجوده في الموست سيجنيفيكانت بت الموجوده في المايكرو كنترولر هتروح هناك في الليست سيجنيفيكانت عند الراسبري باي طبعا في الريجستر اللي هناك، فبيفضل طبعا يشفت بتايه وينقل، واللي هناك برضو بيفضل يشفت وينقل. احنا طبعا عندنا في البروجكت بتاعنا مستخدمين ان الماستر هيبعت والسليف هيبعت برضو، لان احنا عندنا في الراسبيري باي عايزين نبعت اول حاجه بنبعت الاوبشن اللي الروبوت هيتحرك بيه من الثلاثه اوبشنز طبعا، وتاني حاجه بنبعت لو الاوبشن ده هو عباره عن اي اي كنترول او عباره عن موبايل كنترول، بنبعت سرعتين، اول سرعه طبعا للموتور الاولاني وتاني سرعه للموتور التاني، ومن خلال السرعتين دول بنقدر نحدد عن طريق المابنج اللي احنا عاملينه
انهي دايركشن المفروض يمشي فيه الروبوت ده، وبكام السرعة برضو. ليه بقى استخدمنا SPI عندنا؟ لان SPI هو Full Duplex Communication Protocol طبعا، واحنا كنا محتاجين ان احنا نستقبل ونبعت من الراسبيري باي. وتاني حاجة عندنا هو Synchronous Communication Protocol، طبعا موجود عندنا برضو الـ UART هو Synchronous، لكنه استخدمناه مع الـ أو الـ UART Asynchronous لأنه مش موجود فيه كلوك. الـ I2C عندنا هو الـ Synchronous لكن هو Half Duplex. نيجي بقى للديجرام اللي هو الفلوت شارت موجود ده. أول حاجة المايكرو كنترولر عن طريق الـ SPI هو متوصل متوصل للراسبري باي، والراسبري باي طبعا اللي بتتيح لينا ان احنا نتحكم بالاي اي كنترول او الموبايل كنترول. فطبعا عن طريق الراسبري باي بنبعت الاوبشن وبنبعت الاثنين السرعتين الموجودين. ازاي بقى احنا عملنا امبلمنتيشن؟ اول حاجه عندنا الماستر بيبعت زيرو على بنايه الاس اس اللي هي السليف سيلكت بن عشان يبدا الترانسميشن. بعد كده في كونديشن عندنا موجود في المين كود، وهو ان هو كل شوية يتشك على الفلاج، ولو الفلاج بتاع الـ SPI اللي هو اسمه SPIF لو الفلاج ده ريزد يبقى فيه داتا وصلت، فيبدأ ان هو يخش عشان يقرأ الداتا. وطبعا عاملين كده عشان ما يفضلش يخش ان هو يفضل يقرأ، وممكن يستقر فترة طويلة لو الراسبيري باي ما بعتتش اي داتا. طبعا المايكرو كنترولر عندنا بيبعت للراسبيري باي 3 قيم. اول حاجه عندنا بتبقى كونفيرم مسج، يعني ان هو وصل له اول داتا، وبنبعت اول حاجه كي الكونفيرم مسج هي كي. بعد كده بنبعت له قيمتين الالتراسونيك الموجودين عندنا، بحيث ان الراسبيري باي يعرف ان هو يبعته مثلا موبايل، بحيث ان هو اليوزر يقدر يشوف ان في فعلا اي اوبستكل قدام او في ظهر الروبوت، ويقدر برضو الراسبيري انه يتحكم بالسرعه عن طريق الاثنين التراسونيك دول، فيقدر ان هو يوقف مثلا الروبوت لو الالتراسونيك جابت له مسافه قليله. وده عندنا طبعا بريفيو بسيط كده على الاس بي اي تيست. يعني اول حاجه ده هو الراسبيري باي كود، طبعا بنعمل رن للسيرفر الموجود، وبنبدا ان احنا نخش على الستيشن كود، وبنقدر ان احنا نبعت اول حاجه بنبعت اوبشن، ده زي ملفات تيست فقط. بنقدر اول حاجه ان احنا نبعت اوبشن، وبعد كده بنبعت اي سرعتين موجودين عندنا. فطبعا ساعتها انا كنت مستخدم ال 80 ميجا كت عشان نقرا بيهم الداتا اللي وصل لي، فانا كنت بعت ام اللي هي الموبايل كنترول، وكنت بعت سرعتين لل 80 ميجا بحيث ان احنا نقراهم فقط على ال سي. اليوم وصلوا مكتوبين في الراسبيري باي، ووصلوا برضه مكتوبين هنا على الـ LCD M 52 وهناك 57 أعتقد. وده عندنا بعد ما عملنا implementation لـ SPI والراسبري في الروبوت بتاعنا. أول حاجة عندنا ده الروبوت بتاعنا بعد ما برضه عملنا implementation للـ LDR والـ ADC. آدي ظهر عندنا ده الجوي ستيك كنترول، وظهر عندنا الفيديو فيد. هنا برضو بس من غير ال LDR عشان يبان بس الفيديو فيد. هنا برضو نفس الطريقة الجويستيك كنترول. ممكن برضو نتكلم عن الجزء بتاع الجزء الكود مين كود الموجود في حتة ال SPI. أول حاجة عندنا هنا لو ال SPI فلاج شيك عندنا زي ما أنا قلت الفلاج ده ريزد، هنبدأ إن احنا نخش نستقبل ونبعت. فهنا مثلا هو أول حاجة بيستقبلها اللي هو الأوبشن، وبتاني حاجة بيستقبل طبعا السرعتين في الـ SPI Check 2 والـ SPI Check 3، وبنبعت الألترا 1 فلاج وبنبعت الألترا 2 فلاج، وبنبدأ إن احنا على الأوبشن ده والسرعتين دول إن احنا نعمل مابينج هنا عندنا للسرعات، فبحيث مثلا إن لو السرعة الأولى جاية من 0 ل 50 بنعمل لها مابنج لصفر المية، بس احنا عرفنا كده من صفر لخمسين ان هي دي هتبقى في اتجاه الباكورد، ولو من 50 لـ 100 عرفنا ان هي هتبقى في اتجاه الفورورد، وبنعمل لها مابنج من 0 لـ 100، وكذلك برضو في كل في الباقي الاتجاهات. كذلك للسرعة التانية اللي موجودة للموتور التاني نفس الطريقة.
فانا برضو بنشك لو الاوبشن عندنا هو اي اي كنترول او موبايل كنترول، بنبدا ان احنا يعني بنبدا ان احنا نضيف السرعات دي للدي سي موتور عن طريق الفانكشنز دي، دي سي موتور سيت دايركشن ودي سي موتور سيت سبيد. طبعا ده جزء الالتراسونيك عندنا، بحيث ان لو الالترا فلاج الموجود عندنا صفر، واللي عندنا برضو بنشك الدايركشن بحيث ان هو يوقف المواتير لو هو الدايركشن بتاعه مثلا جاي له فورورد، والالترا وان فلاج اللي هي بتاعت الفورورد التراسونيك موجوده في وش الروبوت، لو هي قاريه ان في مسافه قليله فعلى طول يوقف العربيه او الروبوت ويخلوه ما يعرفش يمشي قدام، والعكس برضو هنا في الباكورد. وكده انا الجزء بتاعي خلص، وشكرا. انا مصطفى محمد يونس، هتكلم عن الجزء الخاص بتايمر 1 والابلكيشن اللي احنا بنستخدمه فيها في البروجكت بتاعنا. هما اتنين ابلكيشنز مسؤول التايمر 1 عنهم في البروجكت بتاعنا، هتكلم عن واحد منهم وهو عباره عن الاوبستكلز افويدنس. طيب اول حاجه عندنا ايه هو التايمر 1؟ التايمر 1 هو عباره عن بريفرنت موجود في الاي تي ميجا 32 اللي احنا مستخدمينه، بيستخدم كعداد في الباك جراوند بيحسب منه الوقت. ازاي بقى؟ عن طريق ان كل عدة التايمر ده بيعدها لي بتعبر عن زمن معين. طيب ايه المميزات بتاعه التايمر 1 عندي في ليتي ميجا 32؟ اول حاجه ان هو 16 بت تايمر، 16 بت تايمر يعني التايمر بتاعي بيقدر يقعد من اول صفر لحد 2 اس 16 اللي هي عباره عن 65536 عده. تاني حاجه بيحتوي عليها وهو ان هو بيحتوي على اثنين اندبندنت اوتبوت كومبير يونت. الاوتبوت كومبير يونت هي عباره عن بريفرال موجود في التايمر 1 برضو، بستخدم ان انا بقدر اطلع منها سيجنال مختلفه في التردد وفي الديوتي سايكل على حسب ما انا عايز. ودي تعتبر ليها ابلكيشنز كتير، واهم الابلكيشنز بتاعتها في البروجكت بتاعنا وهو جزء البي دبليو ام بتاعنا. وعندي بما ان انا عندي هنا اثنين اندبندنت اوتبوت كومبير يونت، يعني كل اوتبوت كومبير يونت اقدر اجنريت منها بي دبليو ام مختلفه عن الثانيه في نفس الوقت، مختلفه في الديوتي سايكل، مختلفه في الفريكوانسي على حسب ما انا عايز. تالت حاجه معانا ان هو بيحتوي على انبوت كابتشر يونت واحده بس، والانبوت كابتشر يونت هي عباره عن بريفرال في التايمر 1، كل اللي بيعمله ان هو بياخد لقطه للتايمر عنده قيمه معينه وبيخزنها في الانبوت كابتشر يونت في الريجستر بتاعه. طيب من خلال ايه بقى؟ من خلال ان بيبقى فيه في سيجنال بتبقى متوصله على البين بتاعت الانبوت كابتشر يونت، وعلى حسب السيج على حسب الكونفيجريشن اللي انت بتبقى مظبطه الانبوت كابتشر يونت ان هو ياخد اللقطه بتاعت التايمر دي عند الفولينج ايدج او الرايزنج ايدج من السيجنال اللي انت بتبقى مدخلها على البن بتاعت الانبوت كابتشر يونت. طيب ايه هي الابلكيشنز اللي مستخدم فيها الانبوت كابتشر يونت؟ من اشهر الابلكيشنز كتير، من اشهر الابلكيشنز اللي احنا هنتكلم عنها في ازاي نافويد الاوبستكلز، اللي هو ازاي نقدر نستخدم الانبوت كابتشر يونت مع الالترا سونيك سنسور. طيب رابع حاجه معانا ان هو بيحتوي على 15 مودز بس، المود دول لو احنا عايزين نقسمهم ان هم يتقسموا لاربعه مود رئيسيين عندي بتوع التايمر 1. اول واحد هو النورمال مود اللي هو بيعد عادي من اول الصفر لحد ال 2 اس 16. تاني مود معايا هو سي تي سي مود. سي تي سي مود هو عباره عن مود لو انا مش عايز التايمر بتاعي يعد مثلا لحد ال 2 اس 16 الرقم الكبير ده، افرض انا عايزه يعد لحد رقم صغير، فانا بستخدم السي تي سي مود بديله الرقم اللي انا عايزه يعد لحد عنده، وبعد كده يبدا ان هو يصفر ويرجع يعد من اول وجديد، ولها ابلكيشنز معينه خاصه بيها. الاثنين مود الاخر دول بتوع الفاست بي دبليو ام او الفيس كوريكت، الاثنين دول برضو بيخرجوا سيجنال بي دبليو ام برضو، سواء الفيس كوريكت او الفاست بي دبليو ام، بس بتختلف من واحد للتاني على حسب. الفاست بي دبليو ام بيعد من اول الصفر، التايمر في الحاله دي بيعد من الصفر لحد القيمه اللي انت بتبقى مثبته عندها، بعد كده تاني بيرجع يعد من اول، بعد كده يرجع يصفر نفسه ويعد لحد نفس القيمه دي برضو، وهكذا السيجنال بتاعته بتبقى طالعه كده. طيب انما الفيس كوريكت والبي دبليو ام بيبقى مختلف ازاي؟ ان انا بطلع عندي سيجنال بيعد من اول الصفر لحد قيمه معينه، بعد كده بيرجع يعد من اول القيمه دي اللي هو واقف عندها دي لحد الصفر تاني، فبيبقى شكل السيجنال بتاعته شكل تراينجل كده برضو تبقى موجوده معاك. طيب 15 مود بقى اللي احنا بنتكلم عنهم موجودين ازاي؟ لو بصينا هنا في الاي تي ميجا 32 ال 15 مود بتوعنا بيبقوا موجودين بالشكل ده كده، عندي في النورمال مود وفي عندي الفيس كوريكت. في النورمال مود هو واحد، الفيس كوريكت بيبقى فيه كذا مود. طب كذا مود دول بسبب ايه؟ اول حاجه ان في مثلا بي دبليو ام فيس كوريكت 8 بت 9 بت 10 بت، الثلاثه دول بيبقوا مشتركين ان انا هنا ببقى محدد لك التوب بتاعك او الفريكوانسي بتاعك هيبقى ماشي ازاي، ان انا عند دي القيمه اللي انت هتوصل عندها، وبعد كده ترجع تبدا تعد تاني او تصفر عندها على حسب لو انت مستخدم فيس كوريكت او فاست بي دبليو ام. نفس الكلام برضه ونفس الكلام هنا، هنا انا بصفر عند القيمه دي، بصفر عند القيمه دي، بصفر عند القيمه دي. طب افرض بقى انا مش عايز اصفر عند القيمه دي، انا عايز اعمل
عنده قيمه معينه بحيث ان اتحكم في الفريكوانسي بتاعي اللي انا عايزه. فانا اعمل ازاي؟ قال لك في الفيس كوريكت برضو بالنظامين دول، في واحد هنا بالاي سي ار وفي بالاو سي ار 1 اي. ايه الفرق ما بين الاثنين دول؟ قال لك هنا الاي سي ار 1 انت بتكتب في الريجستر بتاع الانبوت كابتشر، انبوت كابتشر ريجستر ده لو انت مش مستخدم، لو انت مش مستخدمها عندك في البروجكت بتاعك، وانت مثلا عايز تعمل بي دبليو ام مختلفه، فانت بتستخدم مثلا المود ده. كل اللي عليك ان انت تكتب القيمه بتاعت البي دبليو ام بتاعتك اللي انت عايزها، او القيمه بتاعتك اللي انت عايزها تعملها في التايمر بتاعك في الريجستر ده. بس في الحاله دي انت هتلغي الانبوت كابتشر يونت في التايمر بتاعك، مش هتعرف تستخدمها في البروجكت ده. طيب لو انت بتستخدم الانبوت كابتشر يونت ومش محتاج مثلا الاوت بوت كومبير ايه، فانت ممكن تستخدم المود ده. طب افرض انت مستخدم الاثنين، زي ما احنا مثلا مستخدمين الاثنين، محتاجين الاثنين، فاحنا ممكن نلجا لمود من دول. طبعا احنا مستخدمين الفاست بي دبليو ام، فاحنا لجانا ان احنا نستخدم الفاست بي دبليو ام تمبت مود. ليه؟ لان احنا محتاجين الاثنين. نفس النظام السي تي سي مود لو بصينا عليه في منه اثنين، كل واحد برضه على حسب الريجستر اللي انت بتبقى عايز تستخدمها معاه، اللي هتلغي لك اليونت اللي هي بتبقى مسؤوله عنها الريجسترات دي. طيب كان اتكلمنا عن المود، هنتكلم عن الكونفيجريشن بتاعنا بقى في المودز بتاعتنا في البروجكت بتاعنا. اول حاجه المود بتاعنا اللي هو الفاست بي دبليو ام تمبت مود زي ما ظبطناه وقلنا. السكيلر بتاعنا، السكيلر بتاعنا لازمته ايه؟ هو السكيلر بيبقى لازمته ان هو بيحدد لك التيك تايم، او اللي هو احنا قلنا دايما ان هو التايمر بتاعنا بيعد عدات، وكل عده بيبقى لها زمن معين. فهنا فالتيك تايم هو عباره عن زمن العده الواحده بتاعتك هيبقى بالشكل كده. طيب هو هنا 2 مايكرو سكند ليه؟ احنا هنا مستخدمين في البروجكت بتاعنا 16 ميجا هرتز كريستاله بتاعتنا، ف16 على البري سكيلر اللي احنا مختارينه 8 يطلع لنا 2 مايكرو سكند. طبعا في مش شرط السكيلر بتاعك يبقى 8، ممكن تغير السكيلر بتاعك على حسب ما انت عايز. الكلام ده برضه موجود في الداتا شيت، السكيلرز بتاعتك موجوده هنا. ممكن تستخدم نو سكيلر، او ممكن تستخدم ان انت تقسم على واحد او على 64 في 56 وغيرها وغيرها، عن طريق ان انت بتحدد السكيلر بتاعك من الريجسترات الخاصه بالسي اس 1 2 و1 1 1 0 وغيرها. تمام. الجزء اللي بعديه بقى الاوت بوت كومبير يونت، بتختار لها المود بتاعك على حسب ما انت عايز. في المود اللي احنا مختارينه بيسمينه نون انفرتنج مود. النون انفرتنج مود بيعمل ان هو بيكلير عند الكومبير ماتش ويسيت عند التوب. يعني ايه كلير عند الكومبير ماتش؟ يعني هو بيخلي اول ما يوصل عند قيمه الكومبير ماتش اللي انت بتبقى حاططها في الريجستر بتاعت الاوت بوت كومبير اي او بي، تمام، بيعمل ايه؟ بيصفر عندها السيجنال بتاعك، بيخليها لك كلها لو، وبيعمل لها سيت عند التوب. يعني اول ما يوصل للتوب بيخليها لك هاي، فيطلع عندك شكل السيجنال بتاعك زي نظام بي دبليو ام كده بالشكل ده، شويه هاي بعد كده شويه لو، شويه هاي شويه لو. طبعا في مود تانيه غير النون انفرتنج، في المود اللي هو الانفرتنج اللي هو بيعمل العكس، ان هو بيسيت عند الكومبير ماتش وبيكلير عند التوب. وفي مود تالت برضه وهو يسموه ان هو الخاص بال، المود الخاص بمين؟ المود الخاص بال اسمه ده، المود الخاص بان هو بيتوجه للبن اللي هو هنا ده. كل اللي عليه ان هو بيتوجه للبن بتاعتك عند الكومبير ماتش. بتبقى طبعا الاو سي بي بتبقى هنا منفصله طبعا على حسب المود، كل مود بيبقى له شكل معين في الداتا شيت، بيبقى موجود عندك شكل ايه مختلف عنه في الداتا شيت. طبعا هنا ده نظام الفيس بي دبليو ام، ده الفيس كوريكت، وده لو انت عاملها نون بي دبليو ام اللي هو النورمال مود العادي على حسب انت محتاج تستخدمها ازاي. احنا هنا مستخدمينها نون انفرتنج مود. طبعا في، طيب بعد كده بقى في شويه الانتربتس اللي انت ممكن تحتاجها زي الاوفر فلو والانبوت كابتشر يونت والاو سي والاو سي بي، دي انت بتفعلهم من خلال الريجسترات الخاصه بيها في الداتا شيت. والاي سي يو انبوت كابتشر يونت بيبقى ليها برضو نظام كونفيجريشن خاص بيها على حسب انت عايزها تكابتشر، على حسب السيجنال اللي داخله ليها، بتبقى عايزها تكابتشر عند الرايزنج ايدج للسيجنال دي ولا عند الفولينج ايدج للسيجنال دي. طيب كده خلصنا الجزء الخاص بتايمر 1. هنتكلم عن الجزء الاول قبل جزء الابلكيشنز اللي هو بيشترك فيها، اللي هنتكلم عنه اللي هو عباره عن ازاي بن افويد الاوبستكلز. افويد الاوبستكلز اللي هو نتجنب العوائق اللي ممكن تقابل الروبوت بتاعنا، من ان هو ممكن يتصادم باي عائق بتاعنا. هنستخدم في الجزء ده الالتراسونيك سنسور. الالتراسونيك سنسور من السنسورز المشهوره اللي بنستخدمها في قياس الديستانس بتاعتنا. ازاي؟ عن طريق ان هو بيبقى شغال بالساوند ويف، والساوند ويف بنبقى عارفين ان الصوت بيبقى له سرعه ثابته. فانا كل اللي انا عايزه ان انا عايز احسب التايم اللي الموجه دي او اللي الاشاره دي بتاخده لحد ما تروح لجسم معين وترجع لي تاني. فانا محتاج ايه؟ احسب الديستانس بتاعتي، قصدي احسب الديستانس بتاعتي عن طريق ايه؟ ان الديستانس بتاعتي بتساوي السرعه مضروبه في التايم. فالفاريبل بتاعي اللي انا مجهول عندي هنا في المعادله دي وهو عباره عن التايم، واقدر احسبه من خلال الالتراسونيك سنسور. طيب الالتراسونيك سنسور بتساعدني ان هي تقدر تعمل تقيس مسافات لحد 400 سنتيمتر. البنز بقى بتاعتنا بتاعت الالتراسونيك 4 بنز. البن الاولانيه اللي هي عباره عن الفي سي سي، ودي بتتوصل بال 5 فولت، وعندي الجراوند بتتوصل بال 0 فولت. التريجر بتاعتي بتبقى عباره عن انبوت، دي انا بدخل الاشاره عليها للانبوت للالتراسونيك عشان اشغلها.
البناء الاخير عندي وهي عباره عن الايكو دي اللي هي بتطلع دي باخد منها دي اللي هي بتطلع لي السيجنال اللي انا بدخلها على الانبوت كابتشر يونت اللي من خلالها بقدر اكابتشر عند الرايزنج او عند الفولينج على حسب ما انا عايز. وهنعرف دلوقتي ازاي بنشغلها. طيب الانبوت الالتراسونيك على حسب الداتا شيت بتاعتها بيقول لك ازاي تقدر تشغلها، بيقول لك انت بتخش على التريجر بين بتاعتها وبتحط عليها هاي لمده 10 مايكرو سكند وبعد كده بتنزل لو، هتقعد 8 سايكل الالتراسونيك وبعد كده تبدا ان هي مين تطلع السيجنال بتاعتها عشان تبدا ان هي تقيس مين تقيس المسافه بتاعتك او تقيس المسافه بتاعتك. فبتعمل ايه مع اول، فبتبدا ان هي اول تطلع لك ايه، تبدا ان هي لو بعد كده تطلع ايه رايزنج ايدج. في الحاله دي بتبقى هي ايه مش تبدا ان هي ايه الاشاره بتاعتي خرجت من الالتراسونيك ومستنيه ان هي تخبط في اي اوبجكت وترد لك تاني. اول ما الاشاره بتبدا ان هي ترجع ترد لك واول ما توصل عند الالتراسونيك تاني تبدا ان هي تقلب لفولينج ايدج. فالفتره دي اللي هي الهاي دي الفتره اللي كانت خدتها الالتراسونيك لحد اخدتها الاشاره لحد ما خبطت في الاوبجكت ورجعت لي تاني. فانا عشان احسب الفتره دي انا محتاج استخدم الانبوت كابتشر يونت في الحته دي بحيث ان انا اكابتشر السيجنال عند البدايه اول ما خرجت وعند اول ما رجعت لي. اطرح التايم ده من التايم ده واقسمه على اتنين لان انا مش عايز التايم على مراحل وجت، انا عايز التايم بس على مراحل لان الاوبجكت انا عايز احسب المسافه ما بيني وما بين الاوبجكت مش المسافه ما بيني وما بين الاوبجكت وترجع لي تاني بقى اللي هو المسافه الطويله دي، لا انا عايز احسب ما بيني وما بين الاوبجكت بس. فانا بقسم المسافه بتاع التايم بتاعي على اتنين، بعد ما بطرح التايم اللي جات لي فيه ناقص التايم اللي طلعت فيه واقسمه على الاثنين. فهي دي الفكره اللي ازاي نستخدم الانبوت كابتشر يونت مع الجزء ده. طيب ازاي بقى نستخدم الانبوت كابتشر يونت او ندخلها مع الاي تي ميجا؟ طيب في بعض التشالنج اللي قابلتنا واحنا بنستخدم الالتراسونيك مع الاي في ار. اول حاجه ان انا عندي 1 انبوت كابتشر يونت، طب ايه المشكله هنا؟ المشكله هنا ان انا مش مستخدم التراسونيك واحده، انا مستخدم اثنين، فانا كده عندي انبوت كابتشر يونت واحده متاحه ليا بس وانا عايز استخدم اثنين التراسونيك، كل ايكو بين محتاج اوصلها على انبوت كابتشر يونت، فانا كده هتبقى عندي مشكله. ايه المشكله الثانيه اللي ممكن تواجهني في الحوار ده؟ ان انا ممكن يحصل كوليجن لو انا موصل هم فعلا كل ايكو على انبوت كابتشر يونت واحده بس، ان السيجنال دي السيجنال بتاعت الاشاره الاولانيه ممكن تخبط في السيجنال بتاعت الاشاره الثانيه وتعمل تداخل ما بينهم. وتالت حاجه كمان ان الماكسيمم ديستانس مع البي دبليو ام مود اللي هو التيم بيت مود، ان احنا عارفين ان انا هنا في التيم بيت مود ان التايمر بتاعي بيعد لحد 1023 عند الحد مين 1024 اللي هو 1023 وبعد كده يرجع العده الاخيره بيصفر لحد 1000 من 1023 لصفر، دي بتعتبر عده فيعتبر عده يعني الاخيره بتاعته. فاحنا لو جينا حسبنا الديستانس دي المعادله اللي بنحسب بها الديستانس بتاعتنا في السنتيمتر فطلعت معايا 8 سم، دي اقصى مسافه اقدر احسبها بال 8 بالتمبت مود بي دبليو ام. طب فدي مشكله، انا عايز احسب مسافات اكتر من كده متاح معايا لحد 400، فنقدر نحل المشكله دي ازاي؟ قال لك نشغلهم ان سيريز الالتراسونيكس ونستخدم دايود عشان نبريفنت الكوليجن ونستخدم الالترا التايمر واحد اوفر فلو انتربت عشان يحل لنا مشكله الديستانس بتاعتنا دي. هنشوف الكلام ده دلوقتي. طيب دي شكل التوصيله بتاعتنا بعد ما حلينا مشكله الكوليجن والحاجات دي ازاي. اول حاجه احنا قلنا هنشغل ان سيريز، انا عندي التراسونيك متوصله والتراسونيك الثانيه متوصله، كل تريجر بين متوصله على حاجه مختلفه، دي متوصله على البنس 0 ودي متوصله على البنس 1، انا بشغل كل واحده بمزاج. طيب دلوقتي بقى عشان نمنع ان يحصل تداخل ما بين الاثنين، قال لك اول حاجه شغل كل واحده لوحدها ان سيريز. يعني ايه؟ يعني اشغل الالتراسونيك الاولانيه واخد منها القرايه بتاعتها لحد ما تجيب لي القرايه بتاعتها لحد ما تخلص، وبعد كده ايه اروح اشغل الالتراسونيك الثانيه. فكده انا ضمنت ان انا عارف مين الاشاره اللي هتجي لي من كل التراسونيك، انا عارف هي بتاعت مين لان انا بشغلهم بالترتيب. تاني حاجة عشان أضمن إن مثلا لو في إشارة طالعة من الألتراسونيك دي مثلا كده وجاية لي هنا، الإشارة دي ممكن يحصل لها إن هي إيه؟ هيحصل إن هي هتتقسم، جزء منها هيروح على الإنبوت كابتشر يونت وجزء منها هيخش على الإيكو بين هنا. فأنا عشان أتجنب المشكلة بتاعت إن أنا الإشارة بتاعتي ممكن تبوظ هنا وممكن توصل هنا ناقصة، الفولت بتاعي يوصل ناقص ولا حاجة، فقال لك نستخدم دايودز. الدايودز دي هتبريفنت ان الاشاره ذات نفسها السيجنال اللي هتطلع من واحده هتكمل لحد الانبوت كابتشر يونت كامله، مش هترضى ان هي تدخل عند الجزء الثاني. طيب خش بعد كده جزء المسافه بتاعنا ازاي نهندله. قال لك ممكن نستخدم الاوفر فلو انتربت. طب ايه هو الاوفر فلو انتربت؟ قال لك ان انا عندي الاوفر فلو ان التايمر بتاعي احنا عارفين التايمر بيبدا يعد من صفر لحد قيمه معينه، فبيعد مثلا التوب بتاعه في التمبت مود 1024 فهو بيعد لحد ال 1023 وبعد كده يرجع يصفر تاني. في اللحظه دي بيحصل انتربت، الانتربت ده انت ممكن تفعله او ممكن تلغيه على حسب انت عايز تستخدمه ولا لا، بس احنا في الجزء ده هنحتاج نستخدمه علشان نهندل حوار الديستانس ده ان انا عايز اخد قرايات اعلى بكتير من الكلام ده. فنعمله ازاي؟ قال لك
مع كل انتربت بيحصل اعمل كاونتر. الكاونتر ده كل اللي عليه ان هو هيزيد بواحد كل ما انا اخد لفه، كل ما انا اخد لفه، وكل ما انا اخد لفه، ندخله في الايكويشن بتاعنا بحيث ان احنا بنضربه في 1024 عشان يعدل لنا القيمه بتاعت الايه التايم بتاعنا عشان تطلع مظبوط. هنشوف الكلام ده في نظام الكود بتاعنا عشان نمشي منه نشوف الخطوات بتاعتنا والمعادله بتاعتنا دلوقتي في الكود. هنيجي هنا مثلا في الكود بتاعنا في الالتراسونيك، احنا عندنا هنا الفانكشن بتاعت الالتراسونيك جيت ديستانس، وكل اللي عليها انا ببص لها مين الالترا اللي انا عايز اشغلها، سواء الترا واحد او الترا اتنين على حسب ما انا عايز. تمام، ببدا ان انا اعمل هنا تايم بحطه بزيرو، وبعد كده بحط هنا الفلاجات وشويه الحاجات اللي احنا عاملينها هنا دي. كل اللي عليا ان انا اول حاجه بشغل الانبوت كابتشر يونت، بخليه يرايز الكابتشر الرايزنج ايدج. تمام، مع الجزء ده زي ما اتفقنا احنا قلنا هنا انا عايز الكابتشر في الاول الرايزنج ايدج، وبعد كده كابتشر الفولينج ايدج. فانا قلت له في الاول كابتشر الرايزنج ايدج، بعد كده بدات ان انا احط على البنات بتاعت التريجر هاي ولو تمام لمده 10 مايكرو سكند، وبعد كده بدات مين ان انا اشغل الانتربت بتاع الاوفر فلو. صحيح دي حاجه مهمه ان احنا بنشغله اول ما احنا قاعدين مستنيين الانتربت، مين اول ما احنا قاعدين مستنيين الاشاره بتاعتنا، لان احنا ما ينفعش نشغله عمال على بطال كل شويه يعمل لي انتربت فيعمل لي مشاكل، كل 1024 يقعد يعمل لي انتربت فدي لوحدها مشكله. لا انا عايزه بس يشتغل في الفتره بتاعت القياس بتاعت الالتراسون. نخش بقى احنا قاعدين هنا مستنيين ان يجي لي مين ان اول ما تشتغل والكابتشر الرايزنج ايدج، فهيعمل ايه؟ هيحصل انتربت. ايه هي الفانكشن اللي هتنفذ في الانتربت بتاع الانبوت كابتشر يونت بتاعنا؟ قال لك الفانكشن اللي هتتنفذ هي دي، اول حاجه بيخش يشوف الفلاج بتاعي بيساوي صفر ولا لا. الفلاج ده حاجه بديتكت بيها، بديتكت بقى الستاتس بتاعت الفانكشن في الحاله دي. كده الفلاج بيساوي صفر، يبقى انا كده في المرحله اللي هي في المرحله اللي هي دي اللي انا بكابتشر الرايزنج ايدج في الاول هنا. فانا بعمل ايه؟ بقول له حط الكاونتر بتاعنا بيساوي صفر. الكاونتر ان هو اللي هو بيتنفذ في الفانكشنز بتاعت الاوفر فلو. تمام، انا قايل له انا عايز ابدا ان انا مين، انا مش عايز اعد من اول كل فتره اعد، لا انا عايز اعد في الفتره اللي انا بقيس فيها بس. فانا بحط ببدا ان انا الكاونتر احطه هنا بيساوي صفر، تمام، عشان ابدا اعد من الفتره دي اشوف إيه هيحصل كام اوفر فلو في الفتره اللي انا قاعد مستني فيها الاشاره الجديده. بعد كده بعكس الانبوت كابتشر يونت، اقول له بقى انت خلاص جبت لي القيمه بتاعت الرايزنج ايدج، خلاص اشتغل بقى مع مين؟ مع الفولينج ايدج. ايه تاني تعمله؟ حط لي القيمه اللي انت حطيتها في الانبوت كابتشر يونت ريجستر في متغير اسمه تي 1. ليه؟ لان انت كده مع الفولينج ايدج اول ما انت هتاخد قيمه مع الفولينج ايدج فانت بتروح تكتب في الاي اس ار تاني، فلو كتبت لي فيه تاني القيمه الاولانيه بتاعتي كده اللي هي مع الرايزنج ايدج انا ما حفظتهاش، فلو ما حفظتهاش فكده هتروح عليا، فانا مخزنها في المتغير ده وبهكذا ونفس النظام. وبعد كده بقول له اقلب الفلاج بواحد اللي انا ايه انا قاعد مستني المرحله الثانيه اللي هي المرحله بتاعت ان انا كابتشر الفولينج ايدج. طيب انا دلوقتي اشتغلت دخلت بقى كابتشر مين الفولينج ايدج، فانا هدخل هنا تاني بعد ما في الانتربت برضه نفس الانتربت بس مع ايه مع فلاج بيساوي واحد. قال لك هنا بقى ايه، احنا كده خلصنا عدد الكاونتر، احنا كده بقى مش محتاجين الكاونتر بتاعنا بتاع الاوفر فلو يعد، لا احنا عرفنا هو اللي حصل كام، احنا عرفنا كام اوفر فلو حصل في الفتره اللي احنا قاعدين مستنيين فيها دي. فخلاص بقى نقفل الانتربت ده عشان ما يقعدش كل شويه يعمل انتربت عمال على بطال. نخزن القيمه بتاعتنا في الاي سي ار 2، كده احنا معانا قيمه التايم عند المنطقه دي وعند المنطقه دي. كل اللي احنا محتاجينه نخش بالقيمه دي على الايكويشن بحيث ان احنا نحسب الديستانس بتاعتها. فنرجع هنا نكمل، احنا هنا قاعدين طول الفتره اللي هي بتاعت الفلاج اقل من 2، اول ما الفلاج بتاعنا بيساوي 2 ايه اللي هيحصل بقى؟ منين نحسب؟ نعمل ايه؟ هنطرح تايم 2 ناقص التايم الاولاني اللي هو التايم عند المرحله او الثانيه دي ناقص التايم عند المرحله الاولانيه دي، تمام، ونزود عليه قيمه الكاونت اللي احنا قلناه بس هنضربه في 1024 اللي هي التوب بتاع التايمر. طيب لو خدنا مثال علشان نوضح الحاجه دي، لو انا مثلا عندي اشاره التايمر بتاعي بيعد من اول صفر لحد 1024 زي ما احنا عارفين، الاشاره الاولانيه طلعت لما كانت التي لما كانت ايه؟ لما كانت التي التايمر في مثلا قيمه 10 مثلا، وبعد كده الاشاره لما جت لي ما جاتليش في الفتره بتاعت لحد 1024، لا التايمر فضل يعد زي ما هو عادي وصل ل 1024 وبعد كده رجع يعد من الصفر ويكمل تاني. مثلا الاشاره وليكن رجعت لي في اللفه الثانيه في اللفه بعد ما خد لفه عند 5، تمام؟ تمام، يبقى انا كده التايم الثاني بتاعي وصل كام؟ 5، والقيمه الاولانيه بتاعتي بتساوي 10. لو انا طرحت 10 ناقص 5، لو انا طرحت 5 ناقص 10 سوري، هتطلع لي سالب 5. طيب سالب 5 مش دي القيمه الحقيقيه، انما القيمه الحقيقيه ايه؟ احنا لو جبنا جربنا الحوار بدماغنا كده، فانا عندي مثلا عند 10 وقعد لف فضل ماشي لحد 1024، يعني كده عدى حوالي 1014، تمام، وبعد كده رجع تاني يعد من الصفر لحد الخمسه، فانا معايا كمان 5 عدات زياده على 1014 يعني 1019، تمام. فاحنا لو زودنا قيمه الكاونتر هنا ايه اللي هيحصل؟ دلوقتي احنا قلنا حصل اوفر فلو مره واحده،
فقلنا ان تي و2 ب5 والتي 1 ب10، لو قلنا 5 ناقص 10 هيطلع سالب كام؟ سالب 5. لو جمعنا عليها قيمه الكاونتر ده مضروب في 1 اللي هو مضروب في 1024 اللي هو حصل اوفر فلو مره واحده، ف1 ب1024 ب1024 زائد سالب 5 لو جينا جربناها على الاله الحاسبه هيطلع معايا كام؟ هيطلع معايا 1019 اللي هي المفروض القيمه الصحيحه للتايم بتاعي. بعد كده ببتدي ان انا احسب الديستانس بتاعتي من نقسم التايم بتاعي على 116 من التعويضات في المعادله، ان الديستانس بتساوي سرعه الصوت مضروبه في التايم بتاعي مقسومه على الاثنين، لان انا هنا بقسم التايم بتاعي على اثنين. ليه؟ لان انا قلت مش عايز الاشاره، مش عايز احسب الديستانس، مش عايز احسب الديستانس ما بين الديستانس اللي هي لما الاشاره طلعت مني وبعد كده خدت بعضها ورجعت تاني كده انا بحسب الديستانس مرتين، لا انا عايز احسب الديستانس ما بين الالتراسونيك والاوبجكت اللي خبطت فيه، فانا بقسم الاشاره دي على اثنين، لان هو بيجيب لي الاشاره من بيجيب لي التايم من اول ما الاشاره خرجت مني لحد ما خبطت ورجعت لي تاني، فانا مش عايز احسب الديستانس من اول اللفه دي، لا انا عايز احسب الديستانس بس ما بينه وبين الاوبجكت، فبقسم على اثنين. وفي القسمه الثانيه على اثنين بتاعت البري سكيلر، فيبقى الرقم اللي تحت 116، لان احنا قلنا ان البري سكيلر بتاعنا 8، فانا التيك تايم بتاعتي 2، فانا التايم الحقيقي لو انا عايزه بعمل ايه؟ بقسم القيمه بتاعتي على 2 كمان، فانا عندي اسم على 2، فيطلع شكل بتاع معايا بالشكل ده. طيب في حاجه مهمه هنا عملناها، في ان احنا هنا شغالين بيزي ويت في اسمه ده في الالتراسونيك، الا وهو ان انا ببعت بشغل التراسونيك وبفضل قاعد مستني بستنى والله الاشاره لحد ما تجي لي من الالتراسونيك. طيب افرض مثلا الاشاره طلعت مثلا اوت اوف رينج، يعني المسافه كانت كبيره اصلا وانا قاعد هفضل قاعد مستني بقى لحد ما الاشاره تخبط في الاوبجكت وترجع لي تاني، فانا كده بوست كده انا بهدر في الالترا في البروسيسور بتاعي ان هو قاعد مستني ده كله ما بيعملش اي حاجه ويفضل قاعد، ممكن يحصل له ستاك مثلا لو الالتراسونيك باظت ولا حاجه. فاحنا عاملين ايه هنا؟ عاملين هنا كاونتر، كل اللي عليا ان انا كل اللي بعمله ان انا بضيع وقت السي بي يو شويه، اللي انا بقول له خش اعمل كاونتر بلس بلس وكل شويه وتشيك على الكونديشن ده، مثلا لو الكاونتر بتاعك اقل من 100000 استنى شويه بعد كده خلي الفلاج بيساوي 3، فانت لو خليت الفلاج بيساوي 3 ايه اللي هيحصل؟ هيبدا ان هو يرجع يتشيك تاني فيلاقي الفلاج بيساوي 2 فهيخرج من البيزي ويت. ايه هي لازمه الكلام ده؟ لازمه الكلام ده ان انا ما اخليش السي بي يو يفضل قاعد مستقل لحد ما الالتراسونيك ترجع له القيمه. افرض القيمه اوت اوف رينج اكبر من 400 سم، هي ما بتقيسش اكتر من 400 سم تمام، فانا عايزه ما يفضلش قاعد. افرض مثلا المسافه بتاعتي كبيره فانا مش عايزه يفضل قاعد برضه فتره طويله، فانا كل اللي عليا ان انا بقول له ان انا بعمل هنا بكسر البيزي ويت بتاعتي بحيث ان هي لو القيمه بتاعتي طلعت اوت اوف رينج. طبعا القيمه دي جربناها بالتجربه يعني كده وشفنا مين هي القيمه اللي بتطلع هنا، فطلع عند حوالي يعني القيمه لو اكبر من 300 350 مثلا سنتيمتر هو بيبدا ان هو ايه، هو بيبدا ان هو يخرج من الالتراسونيك، وطبعا ده برضه بتديني انديكيشن لو الالتراسونيك بتاعتي بايظه او حاجه او فيها اي مشكله. فبس كده وبرتين الديستنس بتاعتي. فاحنا لو جينا هنا رجعنا بقى الخطوات اللي احنا قلنا عليها، احنا طبعا بنكونفيجر الانبوت كابتشر زي ما قلنا وبنكاتش التايمر بتاعنا عند اول ما يحصل رايزنج ايدج، وبنرجع نقلبه ان هو يكاتش الفولينج ايدج، وبنكونفيجر برضه ان هو يكاتش الفولينج ايدج زي ما قلنا، وبنفضل قاعدين مستنيين السيجنال بتاعنا لحد ما تيجي، ولو في اوفر فلو كاونتر ولما بيخلص بيعني معنى الكلام كده ان الديستانس بتاعتي اوت اوف رينج اللي هو قلنا الجزء بتاع البيزي ويت، وبنحسب الديستانس طبعا من العلاقه بتاعتنا دي. طيب لو جينا هنا بصينا ده فيديو عن السيميوليشن بتاعنا، احنا جينا جربنا الجزء بتاعنا على السيميوليشن بحيث ان احنا نشوف القيم بتاعتنا صح ولا لا. فاحنا لو شفناه هنا هو هنا كل ما بتغير قيمه هو بيغير معاك، وهنا برضه بيغير معاك. ده كده كتجربة على السيميوليشن. بعد كده هنشوف دلوقتي تجربة على العملية بعد كده على الروبوت بتاعنا. هنا أول ما بنقرب من أي أوبجيكت بيقف على طول وعلى المسافة كمان عشان ما ياخدش في أي مشكلة. لو سيبت عشان ما يتحركش ان هو يتحرك وبس كده. انا مدحت محمد صبحي، هتكلم عن الدي سي موتور سبيد اند دايركشن كنترول. معروف ان البروجكت بتاعنا هو عباره عن عربيه اوريدي بتتحرك بتو ويلز، واحنا عايزين نتحكم في السبيد والدايركشن بتاع الويلز دي بناء على سيجنالز
اللي بتجينا من الاكشنز المختلفه اللي بتاخدها الموبايل ابلكيشن او الجلوف او الاي اي موديل. طب ده بيتم ازاي؟ ده بيتم عن طريق ان احنا بنتحكم في السبيد عن طريق كميه الجهد او الباور اللي بيوصل للموتور، وده ممكن نتحكم فيه عن طريق حاجتين: الطريقه العاديه المعروفه اللي هي اللينير فولتج كنترول او الباتس ويتس موديليشن او اللي هي البي دبليو ام، وبنتحكم في الدايركشن عن طريق الاتش بريدج او الموتور درايفر زي ما هو معروف. طريقه اللينير فولتج كنترول معروفه ان احنا بنوصل فاريبل ريزيستور مع الموتور سيريز، بحيث ان احنا عايزين نقلل الجهد فبنعلي قيمه المقاومه دي، فبيحصل ديسيبيشن للباور، فاللي بيوصل الجهد اقل للموتور فيتحرك بسرعه اقل، والعكس صحيح. بس الطريقه دي عيبها ان هي فيها باور لوس عالي، وعن طريق بيحصل بسبب الهيت وكده، وغير كده الريسبونس بتاعه مش سريع قوي يعني زي الباس ويتس موديليشن. هو البي دبليو ام عموما بقى مستخدم اكتر دلوقتي في اغلب المجالات. البي دبليو ام عباره عن ان احنا بنطفي الباور ونشغله، نطفي الباور ونشغله، نطفيه لمده معينه ونشغله لمده معينه، ده كله في خلال تايم بيريد معينه اللي هي السيجنال اللي بتوصل لنا او البالس بتبقى عباره عن سكوير ويف. السكوير ويف دي بيبقى فيها الجزء الاون اللي هو الماكسيمم فولتج والجزء الاوف اللي هو الزيرو فولتج. عندنا ترم مشهور اسمه الديوتي سايكل. الديوتي سايكل ده عباره عن التايم اللي بياخده الفولتج في السيجنال دي هو شغال بالنسبه للتايم بيريد كلها، اللي هو التايم بتاع الفولتج هو ماكسيمم زائد الفولتج هو مينيمم. فمثلا لو عندنا سيجنال مثلا التايم بيريد بتاعتها 10 مايكرو سكند، والفولت بيبقى ماكسيمم فيها لمده 3 مايكرو مثلا، فكده الديوتي سايكل هتساوي 3 مايكرو على 10 مايكرو، يعني 30%. زي في الصورة اللي هنا دي مثلا، هنا باين ان هم قد بعض، يعني الباور بيبقى اون نفس الفترة اللي بيبقى فيها اوف، فديوتي سايكل كانت 50%. طب 75% معناها ان الباور او الفولتج كان اون لمدة 75% من الوقت الكلي او التايم بيريد، و25% معناها ان هو كان شغال لمدة 25% من التايم بيريد كامل. الديوتي سايكل دي هو البارامتر اللي بيتحكم بقى في الفولتج اللي بيتحكم لها في الموتور بتاعنا. يعني مثلا لو عندنا في حالة 50% ديوتي سايكل دي الماكسيمم فولتج 5 فولت مثلا، يبقى هنا الافريج باور هيساوي برضو 50% من الماكسيمم فولتج، يعني هيوصل لنا 2.5 في الحالة دي. او الباقي او البي دبليو ام دي ممكن نعمل لها جنريشن عن طريق تايمر واحد في الاتميجا 32، عن طريق ان احنا بنكونفيجر التايم التايمر كنترول التايمر كاونتر ريجستر عشان نحطها مثلا على موديل الفاست بي دبليو ام، ده اللي هو المستخدم في البروجكت بتاعنا، او الفيس كوركت بي دبليو ام او النورمال مود وكده. وبرده بنتحكم في الاوتبوت كومبير ريجستر، ده لو عايزين مثلا نعمل ديوتي سايكل معينه نشتغل بيها. بعد كده هنتكلم عن الاتش بريدج او الموتور درايفر، ده اللي بيتحكم لنا في الاتجاه بقى اللي هيتحرك فيه الموتور، اذا كان كلوك وايز او كانتر كلوك وايز. هو الموتور درايفر او الاتش بريدج عموما عباره عن فور سويتشز او فور ترانزستورز، في الاغلب بيبقوا مصفت. يعني اللي بيحصل ان احنا لو عايزين مثلا الموتور يلف كاونتر كلوك وايز، فاحنا محتاجين نخلي البولاريتي من الشمال لليمين كده موجب سالب. فاحنا هنعمل ايه؟ بنقفل السويتش الاولاني والسويتش الرابع ونفتح السويتش التاني والتالت، بحيث ان التيار لما يجي يعدي هيعدي في سويتش واحد، بعد كده يدخل على الموتور يعمل بولاريتي بوزيتيف، بعد كده يعدي ناحية تانية يعمل بولاريتي نيجاتيف، بعد كده يعدي في الاس 4، فالموتور كده هيلف كلوك وايز زي ما احنا عايزين. طب لو عايزين كاونتر كلوك وايز يبقى العكس، بنفتح السويتش الاول والسويتش الرابع ونقفل السويتش التالت والسويتش التاني، وكده نبقى اتحكمنا في البولاريتي بتاعة الموتور. واهمية اصلا الموتور درايفر بعيدا عن ان هو بيتحكم لنا في البولاريتي بتاعة الموتور، يعني ان هو يعني ضروري عشان ما ينفعش توصل الموتور على طول. يعني نفترض في موتور ما بيشتغل ب 5 فولت، ما ينفعش توصل على طول على مايكرو كنترولر
بيطلع 5 فولت عادي، لان اصلا الموتور نفسه بيدرو كارنت عالي بالذات وهو بيقوم. فالموتور درايفر بيبقى ضروري يعني عشان نفصل المايكرو كنترولر عن الـ عن الـ عن الموتور. وطبعا الموتور درايفر احسن بكتير من حاجات زي الريليز وكده، عشان ده بيبقى عبارة عن سويتشات، والسويتشات معروف ان هي سريعة يعني، او ترانزستورز عموما معروف ان هي اسرع بكتير من الريليز. وميزته برضو ان هو ممكن يعمل له انتجريشن مع البي دبليو ام، فهنبقى بنتحكم في السبيد والدايركشن عن طريق الموتور درايفر على طول. ممكن نجرب ده على سيميوليشن كده عامله على بروتوس، نجرب فيه ان احنا نتحكم في السبيد والدايركشن بتاع الموتور. احنا في الاول البي دبليو ام هنتحكم فيه عن طريق البوتنشيومتر ده، هو هيبقى واخد نفس النسبة اللي موجودة على البوتنشيومتر اللي انا كنت عامل المابنج يعني بين ال ADC وال Output Combo Register. فهنا هنا وصل للماكسيمم سبيد، هنا مثلا لو قللنا ال PWM شوية هو هنا 100% معناه ان هو واصل للماكسيمم فولتج، يعني الماكسيمم فولتج واصل للموتور عادي. لو قللناه 50% يعني المفروض ان سرعة الموتور تنزل 50% برضه، يعني تنزل ل 250 مثلا او 230. فهنا هنلاقيه وصل ل 230 او 231 وهيقف على طول. فكده احنا اتحكمنا في سرعة الموتور. طب لو عايزين ناكس الاتجاهات هنروح ببساطة ان احنا بس نريفرس البولاريتي بتاعة الموتور دول. فهنا هنحط له على التيرمينال اللي كانت هاي، هنا هنحط هاي على التيرمينال اللي كانت له البلت. المفروض لما نيجي نجرب دلوقتي نلاقيه بيدور في عكس الاتجاه. طب لو وصلنا ل 0% ايه اللي هيحصل؟ المفروض ان الموتور يقف بقى. هتلاقيه بيرجع، هو بياخد وقت بس لحد ما يوصل لصفر او قيمة اعلى من صفر بشوية هيروح واقف. طب دلوقتي احنا عايزين بقى نتحكم في الاتجاهات بتاعت العربية نفسها، يعني احنا لو عايزين العربية تتحرك فورورد المفروض نخلي التو موتورز اللي هو اعتبرناهم هنا A و B مثلا يمشوا كلوك وايز مع بعض مثلا. لو عايزينهم باكورد في الحالة دي فلازم يمشوا كاونتر كلوك وايز عشان يرجعوا، عشان يمشوا في عكس الاتجاه. طب لو روتيشن يبقى المفروض يبقى واحدة كلوك وايز وواحدة كلوك واحدة كاونتر كلوك وايز. عندنا حالتين في البريكنج، في الطريقة الميكانيكال اللي هو انت بتفصل بار خالص اصلا فهو لوحده بيروح واقف، وفي بقى اللي هو الديناميك بريكنج او اللي هو الحاجة المور اميرجنت، يعني اللي هو لو انت مثلا عايز تقف مرة واحدة فبتعمل شورت بين التيرمينالز بتاعة الموتور، بتحط هاي وهاي فهو بيروح واقف مرة واحدة، مش جرادولي زي في حالة الميكانيكال. ممكن هنا بقى نشوف الكلام ده متطبق في الكود. فهنا ده الدرايفر بتاع الموتور. لو عايزين مثلا نعدل سرعة الموتور بنديله ال PWM اللي احنا عايزينها، يعني في الموتور الأولاني ليه PWM والموتور التاني ليه PWM. ممكن برضو عاملين فانكشن ان احنا ندي ال PWM للتو موتورز مع بعض، ودي اللي بنستخدمها في تقريبا في 100% من البروجكت، يعني ان احنا بنتحكم فيهم مع بعض. في برضو ان احنا عايزين نحط دايركشن، ففي حالة الكاونتر كلوك وايز هنا لو هنتكلم عن الموتور الاولاني فالترمينالز بتاعته هتبقى متوصلة على البنية رقم 4 في بورت سي والبنية رقم 5 في بورت سي. فلو عايزين نتحرك كاونتر كلوك وايز فهنحط مثلا على البنية الرابعة هاي والبنية رقم 5 لو. طب لو عايزينها كلوك وايز يبقى هناكس، هنريفرز البولاريتي فتبقى البن 4 لو بعد ما كانت هاي، وبن 5 تبقى هاي بعد ما كانت لو. الموتور التاني نفس الكلام. هنا في حالة الامرجنسي ستوب بقى هنعمل شورت على الموتور فهنوصل هاي هاي على التيرمينال بتاعة الموتورز. وفي حالة اللي هو الموتور ستوب العادية او الميكانيكال بريكنج بنفصل الباور عن الموتور وهو جرادولي بيقلل سرعته لحد ما يقف. طب الكلام ده بيحصل ازاي في البروجكت بقى؟ هنفترض في حالة مثلا الجلاف، المفروض كل بيندنج بيعمله الشخص اللي لابس الجلاف بيبعت قيم معينة
هي اللي بتتحكم في اتجاه وسرعة الموتور. حسب قوة البندنج بقى المفروض ايه، يعني الموتور بيبقى اسرع او اقل او كده يعني. ففي حالة مثلا لو جات القيم المعينة اللي عملها بقى الشخص اللي عمل كونفيجريشن للفليكس سنسور، فلو جات مثلا الارقام اللي تخليه يمشي لقدام، فاحنا هنحط الموتور الاولاني كلوك وايز والموتور التاني كلوك وايز برضو. لازم الاتنين يبقوا زي بعض كلوك وايز عشان يمشي قدام. في الباكورد مثلا هنلاقيها لا، لازم الاتنين يبقوا كاونتر كلوك وايز عشان يرجع لورا تاني. وفي الروتيشن مثلا هنلاقي ان في موتور بيبقى كلوك وايز وفي موتور بيبقى كاونتر كلوك وايز. وفي حالة ان احنا عايزين بقى نوقف العربية، فممكن نديها بي دبليو ام بزيرو وهي هتقف لوحدها يعني. وهنا برضو في التحكم في السبيد، على حسب بقى الارقام اللي بتجيبها الفليكس سنسور للمايكرو كنترولر، بناخد اكشن معين هو اللي يحدد السرعة اللي هيمشي بيها اللي يتحرك بيها الموتور. فهنا هنلاقي مثلا كل رقم حسب المابنج بقى اللي معمول بيجي الموتور بياخد بي دبليو ام معين. أنا أسامة شحت فتحي، هتكلم عن الـ ADC واللايت سيستم باستخدام الـ LDR. أول حاجة إيه هو الـ ADC؟ الـ ADC هو الأنالوج تو ديجيتال كونفرتر، وده جهاز إلكتروني بيقدر يحول الأنالوج سيجنال لكورسبوندنج ديجيتال سيجنال. طب ليه أنا بعمل كده أو إيه أهمية الـ ADC؟ الريال وورلد سيجنال هلاقيها عبارة عن ساوند أو اللايت أو تمبريتشر، دي كلها عبارة عن أنالوج سيجنال. لكن الكمبيوتر اللي أنا بستخدمه أو المايكرو كنترولر بيتعامل مع الديجيتال انبوت، فبالتالي كان لازم يكون في جهاز يقدر يحول للانالوج سيجنال لكورسبوندنج ديجيتال سيجنال. والانالوج سيجنال ده عباره عن كونتينوس في التايم والامبليتيود، لكن الديجيتال سيجنال ده عباره عن ديسكريت، وبالتالي الاي دي سي قدر يحل المشكله دي. طب ايه هي خصائص الاي دي سي؟ الاي دي سي ريزوليوشن، دي عدد البتات اللي انا بمثل بيها الديجيتال فاليو بعد ما اعمل عمليه الكونفرجن. وفي ريفلكس فولتج، وفي الـ ADC step. الـ ADC step دي الرينج اللي أنا عايز، مثلا لو عايز أحس بواحد فولت هظبط ADC step إنه يقدر يزيد بمقدار واحد. عايز أسنس نص فولت هظبطه عن طريق معادلة خاصة بيه اللي هي بتساوي الـ voltage reference على 2 أس resolution. فبالتالي كل ما أزود الـ resolution بتاعي أخلي الـ ADC step بيقل، فبالتالي أقدر أحس بالتغير البسيط. لكن مع ذلك ان انا ما اقدرش ازود الريزوليوشن بكميه كبيره لان ده عدد بتات، فكل ما ازوده كل ما عدد البتس اللي انا بمثل بيها الديجيتال فاليو بعد ما اعمل عمليه كونفرجن بيزيد. دي مهمه عشان اعمل ايه، سنكرونايز للكونفرجن. اخر حاجه اللي هي اي دي سي كونفرجن تايم، دي الوقت اللي انا باخده عشان اعمل عمليه الكونفرجن. طب ازاي بقى الاي دي سي بيشتغل؟ اي دي سي بيشتغل عن طريق 3 خطوات. اول حاجه السامبلينج، وممكن نشوف هنا من تحت من الرسمه اللي تحت اسهل، ان اللي بتخش لي الانالوج سيجنال. فبالتالي انا بعمل سامبل ان انا باخد عينات بريت معين عشان احول السامبلينج الانالوج سيجنال لسامبلد فاليو زي ما ظهر تحت هنا كده. وتاني حاجه ان انا بعمل كوانتايزيشن. ايه هو الكوانتايزيشن؟ ان انا باخد السامبلد فاليو احولها لديسكريت ليفل عشان اخدها بقى بعد كده اعمل لها عمليه الانكودنج اللي انا احولها بقى بشكل صريح لديجيتال داتا، ودي الباينري فورم اللي انا بستخدمه. يجي بقى لل LDR سنسور اللي انا بستخدمه عشان اقدر اعمل اللايت سيستم مع دراف العربيه. ايه هو ال LDR سنسور؟ LDR اختصار لللايت ديمنتد ريزيستور، وبرضه معروفه كفوتو ريزيستور او فوتو كوندكتور، وده نوع من انواع المقاومات لما سلط عليه الضوء، سلط على ال LDR الضوء المقاومة بتقل. عشان كده هلاقي في ال basic structure بتاعه انه بيتكون من السيمي كوندكتور ماتيريال زي الكادميوم سلفايد. فبالتالي لما هو في الظلام او مفيش ضوء بلاقي ان المقاومة عالية، ولكن اول ما سلط ضوء على سطح ال LDR ده بلاقي ان المقاومة بتقل. طب ازاي ال LDR بتشتغل؟ ال LDR بتعتمد على ظاهرة اسمها فوتو كونتاكتيفيتي. وال LDR لما اجي اسلط على السطح بتاعه ضوء المقاومة بتاعته بتقل. طب بيعتمد على ايه؟ في حاجة اسمها فالانس باند،
وفي حاجة اسمها conduction band، البالانس band أو نطاق التكافؤ، بسلط الضوء فبالتالي الإلكترونات بتكتسب طاقة تخليها قادرة تنتقل من البالانس باند اللي هو اللون الأحمر ده للكوندكشن باند، فبالتالي المقاومة بتاعتي بتقل ويبقى كده في ضوء. وباستخدام بقى الهاردوير في بحط لمبة تشتغل. طب ايه هي الابليكيشن اللي انا اقدر استخدم فيها ال LDR؟ اقدر استخدم LDR في الستريت لايتنينج. طب وده هيفيدني ايه؟ ان انا اوفر طاقة، واقدر استخدمه برضه في ان انا اقيس شدة الضوء في اللايت ميترز، وكذلك برضه في السكيورتي سيستم. بعض الانظمة السكيورتي سيستم بيستخدموا ال LDR عشان لو في حرامي او حاجة بيكون في نظام معين حوالين البيت كامل بخلي في ضوء بشكل كامل على ال LDR، فبالتالي لو في حد عدى او من قدام الضوء ده من غير ما ياخد باله ال LDR كده بيقدر سنس ان في حد مر، فأجهزة الانذار بتضرب. رابع حاجة اللي هو السولار تراكنج سيستم، ده ان انا بما ان الشمس بتكون ساقطة على لوح الطاقة الشمسية اللي انا بستخدمه عشان اولد طاقة شمسية، كل ما الشمس بتتحرك باستخدام امور ميكانيكية او اجهزة ميكانيكية بتقدر ياخد الاريات ال LDR ويحرك لي لوح الطاقة الشمسية زي نبات عباد الشمس انه يتحرك مع الشمس، فبالتالي اقدر استغل وجود الشمس في فترة النهار ان انا اولد منها طاقة بشكل دائم فترة النهار مش بس في وقت معين ويكون السولار تراك سيستم ده ثابت، لا هو بيتغير الألواح الطاقة الشمسية بتتغير. وده التطبيق بتاعنا ممكن نشغله. هنلاحظ هنا ان انا لما بسلط ضوء بيطفي اللمبة بتطفي، ولما اطفي الضوء ال LDR بيسنس ده واللمبة بتيت. السلام عليكم، معكم محمد عبد الناصر السيد من فرقة رابعة حاسبات من مشروع التخرج السنة دي. هنتكلم عن الجزئيات بتاعت اللي أنا مسكتها الـ UART في المشروع، وهنتكلم عن موضوع اللي هو Communication Protocol والـ AVR UART والرجسترات اللي احنا استخدمناها واستخدمنا جزء الـ Interrupt الصغير فيه. هندخل أول حاجة معانا كوميونيكيشن بروتوكول، وهنتكلم عنها على السريع اللي هو الأساسيات اللي احنا استخدمناها اللي هي لابد نعرفها عشان نعمل الدرايفر. يعني ايه هو البروتوكول؟ البروتوكول هو أصلا مجموعة من القواعد نتبعها عشان نعرف نكلم، يعني الإنسان يعرف يكلم الآخر. زي مثلا لو سافرت لازم تكون متعلم نفس اللغة البلد اللي أنت هتسافرها، ونستخدم هنا اللغة والقواعد ونمشي عليها. وهنا معانا اللي هي السينتكس اللي احنا بنستخدمها، والمينينج اللي احنا بنرسل ازاي، والتايمينج كلوك اللي احنا بنستخدمها، لازم يكون الاتنين نفس البوت ريت، لازم يكون نفس السرعة، والهاردوير انترفيس اللي احنا استخدمنا التوصيلات ازاي. يعني هنا الفريم اللي احنا استخدمناه، وهنا نبعت الداتا ازاي ونستقبلها ازاي. ندخل عن بعد كده الكي ندخل بعد كده الكي كونسبت بتاعت البروتوكول. واول حاجه معانا البروتوكول دوت اللي احنا بنستخدمه الديفايس الاولاني والتاني سنكرونس او اسنكرونس، يعني مستخدم كلوك ولا بيبعت البت، بيكون ستارت بت واند بت. وهنا برضو نعرف اللي هو سيمبل او اوف اول هاف دوبلكس او فول دوبلكس، يعني سيمبل زي سلك الدش اللي هو يعني يستقبل بس، او فول دوبلكس يبعت ويستقبل بس، لازم اللي هو فول دوبلكس يبعت لكذا جهاز، والهاف دوبلكس اما الفول دوبلكس يبعت ويستقبل في نفس ذات الوقت. يعني الهاف دوبلكس يبعت بس يستقبل بس، اما الفول دوبلكس بيكون بيبعت ويستقبل وبرده بيستخدم كلوك. او النوع الثالث اللي هو لازم نعرفه في البروتوكول هو بير تو بير، يعني ند النت كله يبعت لبعضه، ولا يكون ماستر وسليف كونفيجريشن، يعني يكون في سيد اللي هو يبعت لكله
في أي وقت هو عاوزه، ويأذن للتانيين يبعتوله أو لأ، أو العبد ما ينفعش يبعت غير لما التاني يأذن. ندخل بعد كده هنتكلم عن موضوع اللاينة بالزيادة. السنكرونس هنا بيبعت جروب من الفريم، الفريم دوت بيكون من داتا ستارت بيت واند بيت، وبيبعت بينهم اللي هو البيت اللي احنا البيتات اللي احنا عاوزينها، وبيكون في آخر كل واحدة ستوب بيت، وفي جاب بين كل فريم وبعض. أما هنا السنكرونس بيبعت أول حاجة ستارت بيت اللي هو زيرو، وبعدين يبعت الداتا ويعمل لها ما بيبعت، ما ممكن يبعت على حسب ما هو عاوز، وبعدين يلف وبعدين يبعت تاني، ويعني يبعت الداتا ممكن احنا نحدد حجمها، يعني ممكن الفريم يكون 9 10 12، مش لازم يكون 8 بت. وهنا سنكرونس لازم يكون في كلوك والاتنين نفس شيرد كلوك سوا، الماستر سليف، الماستر وسليف. الماستر هنا زي ما اتكلمنا يبعت لكل سليف عادي، اما سليف ما ينفعش يبعت للماستر او لاي حاجه تانية غير لما الماستر هو يحدد له. وفي انواع من ماستر سليف، ماستر او ماستر ماستر سليف وميني ماستر سليف، مالتي ماستر سينجل سليف. والناحيه التانية هنا بير تو بير اللي احنا كنا اتكلمنا عنها، هنشوف صوره كمان شويه عنها، اللي هو كله يبعت نود كلها تبعت لبعض، يعني ند لند مفيش حد يتحكم في التاني. وهندخل هنا على ندخل على جزء الـ UART Specification اللي احنا استخدمناه. الـ UART اللي احنا استخدمنا منه الأجزاء بتاعته اللي هي الحاجات اللي فاتت موجود منه ايه. أول حاجة معانا اللي هو Serial، يعني عشان نعرف اللي هو Serial أو Parallel، يعني بيفرق الـ Serial هو نوع من الـ UART، نوع من أنواع الـ Serial زي الـ CAN والـ LAN والـ UART والـ SPI. أما الـ Parallel الحاجات التانية اللي هي زي بنستخدمها في ال LCD، والبرغل في منها نوعين اللي هو شيفت ريجستر اللي هو هاف و8 بت و4 بت. وهنا أول حاجة اللي هو سيريال بيبعت الداتا واحدة واحدة بت بت، ما بيبعتهاش كلها سوا، والسيريال أفضل من البرغل، عشان البرغل لازم يكون الداتا بتتبعت في نفس الوقت ولازم توصل في نفس الوقت، ودي بيحصل مشكلة بس مش كل الأسلاك بتنقل نفس الداتا في نفس السرعة. وهندخل اللي هو تاني نوع منه اللي هو من السبيسيفيكيشن اللي هو فول دوبلكس، اللي هو يبعت ويستقبل في نفس ذات الوقت اللي يعرض، ودوت حاجة مميزة وحلوة فيه، بس احنا في المشروع عندنا استخدمناه اللي هو يستقبل بس. هنا وبرضو هنا اللي هو ستارت بيت، واللي هنا ستوب بت وستارت بت، وهنا الداتا في النص، وبيكون في جاب بينهم. وهنا برضو اللي هو بير تو بير اللي هو اليو ارت بير تو بير، بيبعت واستقبل، يعني اللي عاوز يبعت يبعت واللي عاوز يستقبل يستقبل. هنخش هنا على البروبرتيز بتاعت اليو ارت. اليو ارت هنا فول دوبلكس، وهنا بيعتمد على السيريال ريسيفر ترانسميتر اللي احنا محددينه ريجستر، يعني احنا لو محددينه بس يستقبل زي ما مستخدمينه في مشروع عادي، او نبعته يبعت ويستقبل سوا عادي. وهنا اليو ارت في الاي في ار الاتميجا اللي احنا مستخدمينها 32 عادي، ممكن تستخدمها اسونكرونس وسونكرونس، واللي يعتبر هو اصلا اسونكرونس اللي هو يوزر اللي هو بيستخدم نفس الريجسترات بتاعته، عشان كل كاب بتاعته 16 ميجا هرتز، واحنا بنستخدمه اسنكرونس افضل. وهنا اليو ارت هنا مزايا اللي هو هاي ريزولوشن بوت ريت جنريتور، يعني كل كاب بتاعته عاليه 16 بت بير سكند، و يعني 16 ميجا هرتز يعني سرعته عاليه. وهنا اليو ارت برضو في اود وايفن بارتي اللي هو بارتي، لو في حصل مشكلة انكريبشن في الداتا يعرف الداتا ديت فيها مشكلة ويبعت تاني يقول له ابعتها تاني، يعني يستقبل فيها غلط ويبعت تاني. والنويز فلتر، هنا الفلتر لما بنيجي نستخدمه في الفليكس سنسور على الاردونيرو، يعني بيبعت كذا قيمة ورا بعض، ف
فعشان نتلاشى الموضوع دوت بنعمل فلتر له ونحدد البت اللي فيها ايرور وبيعدلها تاني وبعتهاش مرة واحدة، يعني بيعمل الالت تشيك وبعدين يبعت. وهنا اليو ارت فيه تلاتة، اهم تلاتة ريجستر اللي هو انتربت. لما يكون الريجستر اللي هو ترانسميتر كومبليت، يعني انت كتبت الداتا عاوز تبعتها كومبليت، يعمل انتربت عشان يبعتها. وبعدين هنا الداتا ريجستر لو امتي يعرفك اللي هي فاضية تكتب تاني. والريسيفر كومبليت، يعني انت الريسيفر انت استقبلت الداتا كلها، تبعت للسندر اللي هو استقبلت فيبعت تاني. وهنا ممكن نضاعف الـ UART السرعة بتاعته، يعني ممكن نضاعفها، بدل ما نستخدم سلك واحد نستخدم سلكين ويكون أفضل يعني. بس بيحصل فيه ايرور كتير في الداتا، بيدخل داتا في قلب بعضها. نخش هنا على البريفرال اللي احنا مستخدمها، اللي هو نحددها، اللي هو سيت بوت ليت بوت ريت اللي احنا مستخدمه في البلوتوز موديول 34800. وهنا مستخدمين عدد البتات اللي احنا بنحددها في الفريم. وندخل هنا على انيبل اللي هو ترانسميتر والريسيفر. واليو ارت احنا بنستخدم البولينج او الفيكتور عشان نستخدمه نعرف الداتا وصلت ولا لا، كل شوية تشيك الداتا وصلت ولا لا. نخش على ادفانتج اللي هو ادفانتج وديس البروس والكونز بتاعته. هو معناه هو only used two wire اللي هو سلكتين، وبيستخدم اللي هو ترانسميتر والريسيفر والجراوند. وهنا اللي هو بيدخل الداتا ويتعامل معاها. هنا الاستراكشر بتاعت الباكت ممكن نعدلها الطول بتاعها قد ايه، بس عيبه اللي هو أقصى حد لها 8 بت. وبرضه هنا ما بتعملش المالتي ماستر مالتي سليف. نخش على الليفر ريجستر يوز فور سيريال كوميونيكيشن، لا الريجسترات اللي احنا استخدمناها، اهم الريجسترات اللي احنا استخدمناها اليو دي ار، اليو دي ار اللي احنا بنستقبل فيها الداتا في السند والريسيفر. وتاني حاجه اللي هو اليو بي بي ار اللي احنا بنعمل فيها الكالكوليت بتاعه البود ريت اللي احنا بنحدده 9600 ولا 11150. وهنا الريجسترات اللي هي كنترول اند ستيت ريجستر، اللي هما ثلاثه اهم حاجه اللي احنا بنستعملهم. ثلاث ريجسترات دول، وهنتعرف عن كل واحده استخدامهم ازاي دلوقتي. اول حاجه اليو دي ار بيكون 2 ريجستر لهم نفس الادرس انبوت اوتبوت، وهو اصلا داتا بافر ريجستر وشير سيم ادرس اهو. وبيدخل معانا هنا داتا، بتكتب الداتا اللي انت عاوز تبعتها ترانسميتر وبتتسجل فيه وبعدين تتبعت، والريسيفر كذلك. بس هنا اللي هو بيستخدم الجوريزم فيرست انبوت فيرست اوتبوت، البتالي بتيجي الاول بتطلع الاول. ندخل على ده الكالكوليشن اللي احنا اللي هو الجنريتر بتاعت الكلوك اللي عندنا، ودي البريس كيلر اللي احنا لو عاوزين نقسمها على 2 4 2 اللي هو يعني لو عاوزين نقسمها توصل لحد 16. بس احنا بنستخدم اليو بي ار اللي احنا 34800. ونستخدم هنا عن الكالكوليك اللي احنا بنعمله الفورمولا بتاعته اهيت، اللي هي 16 اللي هي الكريستالة دي مليون اللي هو 100، وتقسمها على 16 في 38400، 38400، وهتطلع معانا 26.4، والناقص 1، فاحنا بنشيل الكسر الصغير دوت وبيطلع 25. ونحدده هنا الخمسة في الكود بتاعنا اليو بي بي ار، بنحدده في الدرايفرات اللي هو ب25. نخش على الجزء اللي بعده. هنا الريجسترات اللي احنا كنا بنتكلم عنها هي ال UCSRA اللي هو ريجستر A و B و C. ال A هو contain flag اللي هو related communication protocol، اللي هو data register empty أو frame error لو حصل error.
ودوت ريجستر كل بت من دول، جيش انا جيش. ودوت اللي استخدمناه في الدرايفر اللي هو لما جيت البت اللي هو UCR 7 بيساوي زيرو، لما ال UCR 7 اللي هي ديت بتساوي زيرو يستقبل داتا، وهنا ال UCB البي دوت بيتعامل مع الديسيبل مع الترانسميتر او الريسيفر، وبيحدد الفريم 8 ولا 9 بت، وديت ريجستر مكون من جوه، وديت عدد البتات اللي احنا اخترناها اللي احنا عايزين نفعلها. وهنا السي اللي هو بيتعامل اللي هو الاوامر بتاعت البارامتر اللي هو ستوب بت والباراتي، وهنا الكود اللي احنا استخدمناه في الدرايفر والبتات اللي احنا حددناها. نخش على اخر جزء اللي هو معانا الانتربت اللي هو استخدمناه هنا. ده الجزء اللي معانا اللي هو في الدرايفر اللي هو الفيكتور، لما ما يحصلش النال اللي هو ال UDR لسه ما اكتملتش يستقبل داتا في ال UDR، لما هي لو اكتملت يبعت اللي هو اكتملت فيستنى لما يستقبلها وبعدين يستقبل داتا تاني. يعني هنا الشرح بتاعها معانا اللي هو بالزيادة، اللي هو لما يكون النال هنا ما يكونش نال يبقى انه استقبل، لما تكمل ما يستقبلش. شكرا، معاكم محمد عبد الناصر فرقة رابعة حسابات، مسؤول عن جزء الـ UART. السلام عليكم، انا طلال حاتم كمال، وهتكلم عن فيتشر من ضمن الفيتشر بتاع المشروع. اول حاجه المحتوى، فعندنا اول حاجه المكونات المختاره، فاحنا عندنا الاردوينو اونو والفليكس سنسور والتوش موديول والبلاستيك جلوف اللي احنا هنعلق عليه كل المكونات دي، وهتكلم عنهم بشكل جزئي في السلايد بعد كده. تاني حاجه السيركت ديزاين، الكونكشن بين المكونات دي والكوميونيكيشن بروتوكول المستخدم في التوش مديول. تالت حاجة اللي هو البرمجة، هتكلم عن برمجة الأردوينو بشكل بسيط لأن دي جزئية زملائي وهما هيتكلموا عنها بشكل أفضل إن شاء الله. وكمان البرمجة الموجودة في الـ AVR الجزء الخاص بيه للـ Love. رابع حاجة اللي هو التسليم الجوي الكاليبريشن، وده هنا هوضح بس الفيديو النهائي أو النتيجة النهائية اللي وصلنا ليها. أول حاجة هتكلم عن المكونات المختارة، فإحنا عندنا أول حاجة الأردوينو أونو اللي هو عبارة عن طبعا المايكرو كنترولر بتاعنا اللي احنا نستخدمه في اللي احنا نستشعر الجهود الموجودة على البنز بتاعته، وبناء على القيم دي هنبدأ اللي احنا نبروسس الداتا دي ونبدأ اللي احنا نبعتها للدوس مديول. وهي طبعا هتكون على هي عبارة عن بايتس، ولكن هنبدأ اللي احنا نرسلها هي عبارة عن 2 بايت، هنبدأ اللي احنا نرسلها بايت بايت يعني. تاني حاجة اللي هو الفليكس سنسور، فهو عبارة عن سنسور عادي ولكن بيستخدم فيه قياس المقدار الانحناء اللي موجود على الانحناء بتاعه، كل ما بيزيد الانحناء كل ما بتزيد المقاومة بتاعته. ولو احنا ضبطنا عليها الرول بتاعة الفولتج ديفايدر، هنبدأ ان احنا نحسب الفولت اللي ابلايد عليه، وبناء عليه وبناء طبعا على الحركة بتاعة الأصابع بتاعتنا مثلا، يبدأ ان هو المقاومة تتغير وبالتالي الجهد يتغير، ونبدأ نعمل في ايفنت معين يعني يحصل. تالت حاجة اللي هو البلوتوث موديول، واحنا بنستخدم هنا ال HC05 او اللي احنا نوصله يو ارت مع الاردوينو، او هنوصله برضه يو ارت مع هنوصله طبعا مع ال اف ار مايكرو كنترولر، ده لانه بيدعم اتنين مود، المود بتاع الماستر والمود بتاع السليف. الماستر طبعا هيتوصل مع الاردوينو، والسليف هيتوصل مع الاتميجا 32، وهما طبعا بالاثنين بيكون باي ديفولت يعني الاثنين سليف، ولكن احنا بنقدر نتحكم فيهم عن طريق البنه بتاعت الانيبل، بنحط عليها واحد هنحط عليها في جهد عالي، بيبدا ان احنا نقدر ان احنا نغير في الكونفجريشن بتاعت البلوتوث موديول. هنبدا نتكلم بقى عن السيركت ديزاين. فاحنا عندنا اول حاجه الفليكس سنسور زي ما احنا شايفين اللي هو متوصل بيه بنتين، البنه الاولى متوصل بيه الانالوج بن بتاعت الاردوينو اللي هي اي 0، طبعا ده الفليكس 2 برضه متوصل بيه اي 1، وبعد كده البنه الثانيه هتكون متوصله البنه الاولى عفوا متوصله ب
الفي سي، والبنة التانية هتكون متصلة بالانالوج بن، وبعد كده المقاومة 10 كيلو مثلا. طبعا هنا احنا بس استخدمنا المعايير يعني في اللي احنا نحصل على القيم. وبين الاردوينو وبين البلوتوث مديول الاثنين متصلين مع بعض يو ارت، فالتي اكس بتاعت الاردوينو متصله بالار اكس بتاعت البلوتوث مديول. نيجي للجزء بتاع البروجرامينج. هبدا اول حاجه بكود الاردوينو. فاحنا بس مستخدمين عشان احنا مستخدمين يو ارت، واليو ارت دوت نوع من انواع السيريال كوميونيكيشن بروتوكول. فاحنا مستخدمين اللي هو البود ريت 34400، وده قلت طبعا اللي هو الكود ده هيبدا زملائي يتكلموا عنه بشكل افضل، ولكن كل انا عايز اتكلم عنه يعني اللي احنا بنبدا اللي احنا نحدد رينج معين، وبناء على الرينج ده نبدا اللي احنا نرسل بايت واحد. بنرسل عشان احنا عندنا اثنين سنسور، فبنبدا نرسل البايت الاولاني، ده بيكون بيعبر عن السنسور الاول، وبعد كده البايت الثاني بيعبر عن السنسور الثاني. نبدا هنا مثلا في الكود بتاع الاف ار مايكرو كنترولر اللي هو ميجا، نبدا نستخدم القيمه الاولى ثم القيمه الثانيه، ونبدا اللي احنا نشوف القيم دي بكام، ونبدا اللي احنا نشغل المواتير عليها يعني. ده طبعا لو كنا احنا مفعلين الجزء بتاع الجلوف. ممكن مثلا نشوف سيميليشن مثلا اللي بيحصل. فهنا الفليكس سنسور، فهنا بس هنا في مسافه بينهم، لان حاطط بس عشان مش نفتكر بس دي 45 مثلا، فحاطط بس مسافه في الكود اللي هنا يعني، خليت اللي هو يطبع مسافه برضو يرسم مسافه برضو. حاطط بس الجزئيه بتاعت اللي هو النتيجه النهائيه. فدي النتيجه النهائيه. تمام، شكرا. السلام عليكم، انا عمر عبد الحميد غيث، وهتكلم حاليا عن الجزء الخاص بيا في بروجكت الفيجن جارد، وهو الجلوف امبلمنتيشن. الجلوف امبلمنتيشن هو كنترول ميثود او اوبشن من 3 اوبشنز متاحين عندنا للتحكم في الموفمنتس للروبوت عن طريق الايماءات او الاشارات اللي بيتم نقلها من الجلوف عن طريق اليوزر. استخدمنا التقنية دي لأنها بتوفر علينا استخدام أجهزة تقليدية زي عصا التحكم أو لوحات المفاتيح. الستبس الإمبلمنتيشن دي، واحد البيرنج للتو اتش سي 05 عن طريق الاي تي كومنز، وده بيتم عن طريق ضبط أول اتش سي 05 كسليف والتاني كماستر، واللينك ما بينهم بيتم عن طريق البلوتوث. تاني ستب معانا وهي الفليكس سنسورز فاليوز مابينج، والسب دي بتحصل لان القيم المقروءه من الفليكس سنسورز عن طريق الاي دي سي للاردوينو ممكن توصل لاكثر من 255، والريجسترز في المايكرو كنترولر مجرد 1 بايت، لذلك بيتم عمل مابينج. ثالث السب معانا وهي الموفينج فلتر امبلمنتيشن، وفي الخطوه دي بيتم عمل فلتر للسبيدز المرسله عن طريق حساب الافرج للفايف سبيدز المتتاليه لتفادي النويز او التشوهات اللي ممكن تحصل للسبيدز، كمثال قراءه مثلا سبيد عالية جدا أو منخفضة جدا بالنسبة لباقي السبيدز المنقولة قبلها أو بعدها. رابع السب معانا وهي الكار موفمنت، وهنا المايكرو كنترولر بيكون السائق للدايركشن والسبيدز للتو دي سي موتورز، وبيتم تنفيذ الانستراكشنز عليها. الوركينج برنسبل للامبلمنتيشن دي، أول حاجة معانا وهي الجشر ديتكشن، وهنا بيتم قراءة البندنج للتو فليكس سنسورز الموجودين على الإصبعين في الجلوف. تاني حاجة معانا وهي الداتا اكويشن، وهنا بيتم جمع البيانات وتحليلها لمعرفة سرعة واتجاه الحركة إذا كانت حركة أمامية أو خلفية أو دوران. تالت حاجة معانا وهي الكومنت ترانزميشن، وهنا بيتم نقل الأوامر من الأردوينو للمايكرو كنترولر لا سلكيا عن طريق البلوتوث في الـ HC05. آخر حاجة معانا وهي الروبوت ريسبونس، وهنا بيستقبل الروبوت الانستراكشنز المرسلة وبيتم تنفيذها. اخر حاجه معانا وهي الجلوف سيركت، وهنا معانا التو فليكس سنسورز والاردوينو والتو اتش سي 05. وشكرا. السلام عليكم، انا اسمي عمرو عصام جوده، ودلوقتي هتكلم عن جزء الاي اي في البروجكت بتاعنا.
باختصار سريع، دور الاي اي في البروجكت دوت بيكمن في انه بيقدم تول تسهل على اليوزر عمليه المونيتورنج والتراكن في البروسيس بتاعته. وعشان نحقق الهدف دوت كان لازم الحل بتاعنا يبقى مبني على مجموعه فيتشرز رئيسيه طبعا عشان نضمن بروسيس معقوله ومفيده. اول حاجه عملناها ان احنا عملنا اي اي فيس ريكوجنيشن موديل مناسب طبيعه المشكله بتاعتنا، وزودنا فيتشرز ثانيه تسهل التراكنج زي الديستنس استيميشن، وعملنا الجوريزم كامل بيتحكم في تصرف الروبوت في البيئه المحيطه بيه، وطبعا في الاول والاخر سوبرفايزد باليوزر اللي بيتحكم. خلينا نبتدي باول جزئيه وهو الفلاس كونكشن مع الموديل وبقيت اجزاء البروجكت. ليه استخدمنا فلاسك من البدايه؟ مبدئيا احنا واجهنا مشاكل كبيره في عمليه الامبلمنتيشن للموديل بتاعنا، وتوصلنا لنتيجه ان الموضوع هيبقى صعب جدا اننا نعتمد على الريسورسز بتاعه الراسبري باي في المشروع ده، فكان لازم وسيله بسيطه بين الموديل وبين الروبوت. وجزء مهم برضو هو فكره اللايف فيد اللي بنقراه من الكاميرا موديول بتاعه الروبوت، الكاميرا دي اللي متوصله بالراسبري. احنا واجهنا مشكله في اننا نوصل اكتر من كلاينت على نفس اللايف فيد دوت، اللي هم طبعا الموديل هو بيقرا اللايف فيد والموبايل ابلكيشن ساعات برضو بيقرا اللايف فيد، ولو كنا حلينا المشكله دي كان هيجي على حساب الكواليتي والليتنسي. تالت حاجه برضو كانت المودز اللي عندنا. احنا زي ما وضحنا في بدايه البروجكت فاحنا عندنا ثلاثه مودز، اول حاجه هو الموبايل كنترولنج، وتاني حاجه هي السوبرفايزد اللي انا بشرحها دلوقتي، وثالث حاجه هي الجلافز كنترولنج. ففكره انك تعمل ستيشن اوليه تهندل فيها الاوبشنز ديت عشان تتجنب اي كونفليكت ممكن يحصل دي كانت حاجه ضروريه. حاجه كمان وهي ان الموديل بتاعنا كان بي اوتبوت فيديو فيد بعد ما بيتعمل بروسيسنج على الرو فيد، فكان لازم اليوزر يبقى قادر يقرا من الراسبري الرو فيد العادي، ولما يبقى مشغل الاي اي يبقى قادر يقرا البروسيسد فيد. واخيرا طبعا الداتا اللي بتتنقل طول البروجكت اللي هي بتاعت الكاميرا، كاميرا انجلز بتتحكم في حركه الكاميرا والسرعات الكاوتشات وهكذا. طيب هل القصه دي اتحلت؟ الحمد لله احنا قدرنا نحايد معظم المشاكل ان لم يكن كلها. اول حاجه عملنا اكسكيوشن للموديل على جهاز خارجي، وخلينا طريقه التواصل بين الراسبير والجهاز هو السيرفر دوت، وعملنا الجوريزم بيهندل الكونفليكتس اللي بتحصل بين المالتيبل اوبشنز، وعالجنا حته ان الكلاينت دايما هو واحد بس اللي بيقرا الفيد باننا خلينا الستيشن بتاعتنا هي بس اللي بتقرا الفيد، ولما يعوز اي كلاينت زي الموبايل او الاي اي ان هم يقروا هم بيخشوا على الستيشن وهم الستيشن دي هي اللي بتديهم الفيد. وده طبعا يعني كان بيضمن ان ما يحصلش اي كونفليكت. وطبعا هندلنا الداتا اللي بتتنقل اللي قلنا عليها بتاعت السرعات والانجلز، فالموضوع وصل في الاخر لحوالي 15 اند بوينت او اكتر. وده الهاي ليفل ديزاين بتاعنا. زي ما احنا شايفين ان الفيد اللي جاي من البنتلت بالبنتلت كاميرا بيعدي على الراسبري، والراسبري اللي كونكتد بالفلاسك سيرفر متوصله بالاي اي ومتوصله بالموبايل، وهي اللي بتديهم الفيد اللي جاي دوت طبعا بالالجوريزم اللي احنا عملناه. وطبعا كل كلاينت فيهم طبعا بيرد بكنترول سيجنال سواء بيتحكم في البنتلت او الكاوتشات وهكذا، طبعا بيروحوا على الستيشن والستيشن بتبعتهم على الراسبري، والراسبري بقى هي اللي بتوزعهم. دلوقتي هتيجي جزئيه الموديل نفسه اللي استخدمناه في البروجكت. احنا في البروجكت دوت عملنا امبلمنتيشن لثلاثه موديلز مع بعض، وده السبب الحقيقي اللي خلى الامبلمنتيشن على الراسبري شبه مستحيله. كل موديل ليهم ليه دور محدد وبيسلموا بعض في بايب لاين، واحد عشان الفيس ديتكشن والتاني عشان التراكنج والتالت عشان الريكوجنيشن. هنبتدي دلوقتي باول واحد هو سكارفيلد، وهو اختصار لسنجل شوت سكيل اوير فيس ديتكتور. طبعا احنا استخدمناه دونا عن الاشهر اللي هو يولو بسبب ان الريكويرمنتس بتاعتنا في البروجكت تندرج تحت فئه الشغل في ظروف دايما مش احسن حاجه، والريزوليوشن مش دايما برضه تبقى كويسه، وده المشهور عن الموديل سكارفيد. وعلى حسب البيبر بتاعتهم فالموديل جاب 92% على التيست على اصعب داتا سيت للفيس ديتكشن، دي نسبه عاليه جدا بالنسبه لبقيه المودلز، فرجحناه عن يولو. وده الفلو بتاع الشغل بتاعنا او البايب لاين. اول حاجه لما بنقرا الفريمات من الكاميرا بنعمل لها بري بروسيسنج ونورماليزيشن، وبنعدل السكيل بتاعها عشان تناسب الامدو بتاع النيورال نتورك، واللي بيطلع لنا مجموعه فيتشرز اهمها الكووردينتس بتاعه الفيسز اللي طلعت،
والسكور بتاع البريدكشن واللاند ماركس للوش والبوكسز اللي حوالين الوش دوت. تالت خطوة دي بقى ومهمة جدا هي ان احنا نهندل الاوتبوت ده، لان الموديل المفروض هيطلع كذا بوكس على نفس التارجت، وبنعالج الموضوع ده بتكنيك مشهور جدا اسمه نان ماكسيمم سبريشن. وهو بشكل عام وبشكل مختصر هو بيوردر البوكسز اللي بتتعمل على حسب السكور على نفس التارجت، وبناء على الفاليو ديت بنحتفظ باكبر سكور فيهم واكبر بوكس عليه سكور، وبنعمل ديسكارد لكل الاقل منه. اخر خطوه هي السكيلينج، وهي سكيلينج مره تانية بس بنرجع الفيد لحجمه الطبيعي، ونرجع معاه طبعا الفيتشرز واللاند ماركس اللي احنا طلعناها. تاني موديل معانا هو الباي تراك، وده مالتي اوبجكت تراكنج الجوريزم. سبب اعتمادنا عليه في البروجكت دوت هو ان الروبوت المفروض بيديتكت تارجتس كتير قوي، وعشان ناخد في الحسبان كل التارجتس المحتملين من غير ما نأثر على البرفورمانس، لان في حالة تانية كان ممكن نعمل بروسيسنج لكل فريم او كل ما التارجت يبعد. فاخترنا ان احنا نشتغل على البايت تراك، وهو ده دوره الحقيقة في الموديل، انه مش بيتجاهل اغلب السكورز القليلة اللي طالعة بغض النظر عن الاضاءة او البوزيشن او هكذا، وبيديها probability بعد كده ممكن يستخدمها. والفلو بتاعه بسيط، هو اننا بنديله الاوتبوت اللي طالع من السكارفيد اللي شرحناه، وهو بيابديت الفاليوز ديت وبيقارن بين التراك بوكسز بتاعته والبوكسز اللي طلعناها قبل كده، وبعدين بنعمل اتريشن بنطلع منها من كل بوكسز الكوردينتس اللي طلعت والاي دي، وبيتشيك اذا كان معدل الثريشولد ولا لا بتاع المينيمم اريا للوش، وطبعا بيسيف الداتا ديت. دلوقتي بقى تواجهنا مشكلة او اول تحدي، هو ان احنا عندنا تو بوكسز ومش دايما ايدنتيكال. ازاي نقدر نحدد اذا كان الديتكشن بتاعنا ده صح ولا لا، ونعتمد انهي فاليو فيهم؟ وهنا بقى كان لازم نستخدم الكونسبت بتاع الانترسكشن اوفر يونيون، وده بشكل سريع بشكل عام دي متريك نستخدمها في الاوبجكت ديتكشن عشان نعبر عن الاكيورسي بتاعت الموديل بتاعنا. وهو ان احنا بنحسب منطقة الانترسكشن ديت المساحة بتاعتها، وبنقسمها على المساحتين مع بعض، المساحتين طبعا من غير الانترسكشن تاني يعني عشان تبقى المساحة كاملة. وبعد ثريشولد معين المفروض ده اللي بيحدد لنا اذا كان البروسيس ماشية مظبوط ولا لا، احنا هنا محددين ان الثريشولد هي 9 من 10. تالت موديل وهو اخر موديل معانا هو الارك فيس، وده هو الموديل اللي بيريكوجنايز بقى التارجت اللي احنا عملنا له ديتكت، وبيكلاسيفاي على حسب بقى التريند داتا اللي احنا مديناها له. وسبب مهم ان احنا مختارينه هو انه قادر يطلع كلاسيفيكيشن بغض النظر برضو عن الكواليتي والاضاءه والبوزيشن، وده طبعا برضو مناسب لطبيعه الانفايرمنت اللي الروبوت هيشتغل فيها. والالجوريزم بتاعه باختصار هو انه بعد ما بيكستراكت الفيتشرز من الكونفوليوشن نتورك بيعمل لها نورماليزيشن، وبيقلل الدايمنشن بتاعتها بالبرنسيبل كومبوننت اناليسيس، وبعد ما بيوحد الفيكتورز بتاعت الفيتشرز والويت بيطبق الكونسبت بتاع الانجولار مارجن. ودوت فكرته باختصار برضو انه بيحط مارجن زياده على كل فيكتور من الفيتشرز عشان يضمن ان كل فيتشر ديستنجوشت عن اي فيتشر تانية، وده بيضمن ان الموديل يكلاسيفاي كل شخص بسهوله بسبب بعض الفيتشرز عن بعض. والقصة دي طبعا بنعبر عنها في الزاوية ديت، انه كل ما الزاوية دي بقت اكبر كل ما بقى اسهل علينا نقسم الفيتشرز في كلاسز ابعد، وبيسهل طبعا في الترين وهكذا. اخر حاجة هي الفيجواليزيشن، وهي اننا عملنا فيجواليزيشن معقول بيعبر عن الشغل بتاعنا، وعرضنا فيه الديستانس وعدد الفريمات والفيتشر بتاعت كل تارجت. وكذلك عالجنا مشكلة ان مفيش يونيك اي دي لكل شخص، فعملنا ان كل شخص تريند بيبقى ليه اي دي يونيك عشان يسهل بعد كده اليوزر في عملية الكنترولينج. وبس كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد عبد الرحمن السيد كامل، هنتكلم عن جزء الفيس ديتكشن اند تريننج. الاوفر فيو بتاعنا هنتكلم اول حاجة عن ازاي الموبايل بيكلم الموديل بتاعنا، وازاي بيضيف شخص جديد، ازاي بيعمل فيس ديتكشن للشخص اللي ظهر في الصورة ويجمع صور ليه، ازاي يحول بعد كده الصور ديت لانكودينج دايمنشنز ويحفظها في فايل كده كومبريست فيتشر. وبعد كده هنتكلم عن حتة
جزء تكنيكال كده في كود ريكوجنايز، ان احنا ازاي واحنا مثلا لو في شخص قدامنا ازاي مثلا، او كذا شخص معروف قدامنا ازاي نختار الاشخاص، الشخص اللي راح نترك عليه. واخر حاجه ان احنا بنتكلم عن الثري كيسز بتاعت الفيشن اي ديز. اول حاجه ازاي الموبايل بيكلم الموديل بتاعنا، هو في الموبايل بين الموبايل وبين الموديل في سيرفر فلاسك بينهم، هو ده اللي بيكلم بعض عن طريق السيرفر ده. فاول حاجه الموبايل عايز يشغل كود الادرس عشان نضيف شخص جديد، فيبدا يبعت ان انا عايز مثلا يبدا مثلا يبعت مثلا اوبشن ان هو مثلا الكود ده يشتغل. اول ما بيشتغل يبدا الموبايل يبعت فيديو في اند بوينت كده، يبعت بيبعت كده يفتح الكاميرا ويبعت فيديو تمام للموديل، وفي نفس الوقت بيبعت في اند بوينت ثانيه الاي دي والاسم بتاع الشخص. طبعا الاي دي والاسم طبعا احنا عايزينهم عشان نبدا نحفظ، عشان نبدا نحفظ الصور اللي هتنطلق دي في فولدر معين في الضرب باسم الشخص ده. طبعا الكاميرا بتاعت الكاميرا بتاعت الشخص هتفتح مثلا في ويندو كده 640 في 480 بيكسل ويبدا مثلا يلقط. تاني حاجه هنعمل فيس ديتكشن عن طريق بريتريند هارد كاسكيد كلاسيفاير. طبعا نستخدمه طبعا هو عشان هو ايديال في ريل تايم في ديتكشن، وهو بيستخدم طبعا في الفرونت فيسز وبيشتغل طبعا الايمج اللي هي في الجري سكيل. فاول حاجه بيبدا اول ما بيلقط الفيديو الموديل بيلقط الفيديو بيبدا يعمل بقى وايل لوبينج كده على الصور، كل حبه ياخد الفيلم من الصوره اللي الفيلم دي يبدا يحولها طبعا في من ار جي بي لجري سكيل، ويمسك الصوره دي يبدا مثلا ياخد يقعد يجمع صور يجمع صور لحد مثلا يجمع مثلا حوالي 50 صوره. تمام، بعد ما يجمع 50 صوره فيبدا مثلا مع كل صوره يعمل ديتكت للفريم ده، فبيديتكت الفريم عن طريق موديل اللي هو بيتفين موديل اللي هو سكافيد. طبعا هو الموديل ده استخدمناه عشان هو اكيوريت وسريع طبعا في الديتكشن، هو بيديتكت مثلا الفيسز بس بيشتغل مع الهارد كاسكيد. وما نيجي مثلا هو الانبوت بتاعه هو بياخد الصوره وبيرجع لنا اللي هو البي بوكسز واللاند ماركس بتاعت الشخص ده، ان هو مثلا عباره عن كده مستطيل كده بيضغط وش الشخص بس، ويبدا مثلا ياخد الصوره بتاعت وش الشخص بس وليس البادي بتاع الشخص كله. بعد كده ما ياخد صوره في صوره لحد ما يجمع 50 صوره. وبعد ما يجمع 50 يبدا مثلا اوتوماتيك مع كل صوره طبعا بيروح يخزنها في الفولدر جديد كده في نيو بيرسون. اسم الفولدر ده بنفس الاسم بتاع الشخص بتاع الموبايل كان بعته، كان بعت مثلا محمود يعمل فولدر جديد باسم محمود ويخزن فيه ال 50 صوره. تمام، بعد كده يبدا بقى الكود الاد بيرسون يشتغل. لما الكود الاد بيرسون يشتغل يبدا اول حاجه فيه بيعمل ريكوجنيشن للفيس اللي عندنا. في فانكشن اسمها جيت فيتشرز. الجيت فيتشرز دي مبنيه عن طريق الموديل ايريس نت اللي بنستخدم فيه ارك فيس. الموديل ده بيروح ريكوجنايز الفيتشرز الفيس بتاعت اللي هو الشخص، فيبدا مثلا يروح يجيب الفيس والفيس دي بيبدا يحول الموديل ده شغلانته ان هو بيكستراكت الفيسيال فيتشرز. فاول ما ياخد الفيسيال فيتشرز دي ويبدا يعملها مجموعه ما من البري بروسيسنج اللي هو نورماليزيشن وريسايزنج، ويبدا مثلا يقلل مثلا الدايمنشن بتاع الصوره ويحولها مثلا هاي دايمنشن فيتشر دي فيكتورز، ويبدا بقى يخزنها عنده في افي. الافي دي يبدا بقى ان كل شخص يخزن مثلا الفيتشرز بتاعت الفيز بتاع الصوره ده بالاسم بتاعه، فيروح مثلا عامل مثلا بيكومباين الاكستراكتد فيتشرز دي ويحطها مثلا في الداتا بيز، بيحط مثلا في شكل مثلا ديكشنري، ولكن الديكشنري مثلا الكي بتاعه هو الاسم والفاليو بتاعه هو الامبيدنج دايمنشن بتاع الشخص ده اللي هو مثلا عباره عن مجموعه من الارقام، عشان بعد كده ان هو ما بيجي يقارن لما يجي مثلا نعمل ريكوجنيشن للشخص هو بيقارن الفيتشرز الامبيدنج دايمنشن بتاعه بالامبيدنج دايمنشن اللي هو متخزن في الداتا بيز. فلو حصل ماتشنج مع بعض يبدا مثلا يقول لك فعلا الشخص ده عمل له ريكوجنيشن هو شخص اسمه كذا. فيبدا بقى نجمع الفيتشرز دي، نبدا نروح مثلا نشوف هل الفيتشرز مثلا الفايل بتاع الفيتشرز هل في مثلا شخص قبل كده، فلو في فعلا شخص قبل كده يبدا مثلا يخزن الشخص عن طريق مثلا فانكشن اسمها في ستاك واتش ستاك، يخزن بقى الشخص الجديد ده بالفيتشرز بتاعته. واخر خالص بقى خزن الشخص وتم اضافته طبعا وهو عمل له تريد، يبدا بقى زي نبعت نوتيفيكيشن للموبايل ان هو فعلا سكسسفلي اد نيو بيرسون، وخلاص يبدا الموبايل يعرف ان هو فعلا في البيرسون هو عمل له ستريم ده فيديو، خلاص الشخص ده تم اضافته طبعا في الداتا بيز وخلاص الموديل بدا هو فعلا اتريند على الشخص ده. واخر حاجه نبدا ناخد الصور اللي احنا خدناها في الاول، احنا كنا واخدينها من البيرسون ده في الاول، ناخدها ونحط نشيلها من نيو بيرسون ونحطها طبعا في الباك اب عشان لو احتاجنا نرجعها تاني.
ده كان جزء بتاع الادبس. الجزء بتاع بقى البيوتي تشوزنج فور نون فيسز، دلوقتي واحنا بنعمل ريكوجنيشن للشخص المعين او نعمل ريكوجنايز للشخص ده، فاحنا بنعمل ريكوجنايز فظهر عندنا مثلا كذا شخص، والكذا شخص ده الموديل اصلا مترين عليهم، يعني مثلا ظهر عندنا مثلا 3 اشخاص، والثلاث اشخاص دي دول الموديل عارفهم، عارف الاول مثلا محمود، الثاني عمرو، الثاني مثلا الثالث مثلا محمد، فهو عارف ال3 اشخاص. طب هو بناء عليه هيشتغل الموديل اصلا، لما يجي يشتغل بريكوجنايز شغال ازاي؟ اول حاجه يعمل ديتكشن، هل في اشخاص قدامه ولا لا. عمل ديتكشن، بدا يبدا يعمل ريكوجنايز، بدا يعمل ريكوجنايز مثلا، عمل ريكوجنايز يبدا بعدها يشتغل على التراكنج، ان هو بيتراك شخص، يبدا يتراك شخص معين. طب هو دلوقتي عندنا 3 اشخاص، هو هيتراك مين؟ فدي كانت مشكله ظهرت عندنا مثلا واحنا في الاول خالص واحنا بنعمل الكود، فبدانا نحلها عن طريق مثلا استخدام مثلا الجوريزم، ان هو نعمل مثلا فكره ان هو بريوريتي. فبدانا نقول مثلا خلاص احنا عندنا مثلا ديكشنري اسمها ريد تايم اي ديز، الريد تايم اي دي بتظهر فيها الديكشنري كده بالفاليو اللي هي الاي دي بتاع الاشخاص الموجودين، والكي الكي الكي قصدي الكي اللي هو الاي دي، والفاليو بتاعت كل كي هو الاسم الشخص والفيسيال كوردينيس بتاعته، فيسيال كوردينيس بتاعته اللي هي الاكس والواي والزد والانجل اكس والانجل واي اللي بحق، والبان تلت اللي على الروبوت، وسرعه الفرد اللي هو سرعه الموتور الاولاني اللي بحرك الفرد الاولى وسرعه الموتور الثاني. فيبدا اول حاجه عمل مثلا فاريبل كده بسيط هو مينيمو اي دي، يبدا مثلا بيبدا يروح مثلا يدخل مثلا في الديكشنري ياخد مثلا اقل اي دي، وليكن مثلا اقل اي دي كان مثلا رقم 1، ومثلا هو واخد شخص اسمه محمود، فيبدا بقى يمسك محمود ده يروح يجيب مثلا الفيس الفيتشرز بتاعته، ويبدا ما يابديت الفيس الفيتشر دي لمين، بيروح يودي بقى الاكس والواي والزد والسرعات دي بيروح يوديها للعربيه عشان يبدا يحرك العربيه ناحيه الشخص ده، ويبدا بقى يدي الانجل اكس وانجل واي طبعا للبنتيت عشان يبدا البنتيت تتسنتر الوش بتاع الشخص ده في الكاميرا عشان تبدا طبعا تتراك الشخص ده. ده كان حل بتاع المشكله اللي هو بتاعه النون فيس. بعد كده دخلنا في الفيتشن اي ديز، وظهر عندنا 3 كيس. الكيس دول نستخدمهم طبعا في كحته كده زياده في الكود، ان هو مثلا ايه مثلا اول حاجه مثلا ان احنا الديفولت بتاع الموديل عندنا ان هو بيبدا يتراك شخص واحد عن طريق ان هو بيشوف البيوت اي دي اللي هو بيختار اقل اي دي عندنا في اللي هي الديكشنري اللي هي ريل تايم اي دي. فزي ما احنا شرحنا قبل كده ان هو مثلا بيروح يشوف مثلا اقل اي دي موجود ويبدا مثلا يتراك الاي دي ده، ولكن اي دي كان محمود، فهو بيبدا يتراك محمود عن طريق الفيس الكودنس اللي هو بيشوفها طبعا في الايه في الـ في الـ في الديكشنري بتاعه. ثانيا اللي هو الكيس الثانيه، الكيس الثانيه بقى لو احنا بقى دلوقتي في ال3 اشخاص الموجودين طبعا في الفيديو عندنا اف ده، احنا عايزين نتراك الشخص اللي هو رقم 2 رقم 3 غير الشخص الاول يعني، فاحنا دي اوبشن تاني عاملينه عشان يبدا مثلا احنا مدين اتاحه مثلا لليوزر ان هو مثلا يبدا مثلا لو عايز يتراك شخص تاني. فيبدا اول حاجه الموبايل طبعا عاملين فانكشن اسمها كونتينوس فيتشنج اي دي، تبدا كل شويه الفانكشن دي شغاله، عملت بيت لوب هل مثلا الموبايل بيبعت اي دي ولا لا، فالموبايل مثلا وليكن هو بعت اي دي، فخلاص يبدا مثلا ياخد الاي دي اللي بعت الموبايل ده، ويبدا على طول الكود يروح لاغي الكيز الاولانيه بتاعت اللي هي بيوت اي دي، ويبدا يشتغل على الكيس دي، وليكن مثلا كان مثلا موبايل بعت مثلا اي دي 3، يبدا يروح يشوف مثلا في الريل تايم اي ديز مين هو رقم 3 وليكن كان اسمه عمرو، خلاص يروح مثلا لعمرو ويروح يشوف الكيس الكودينز بتاعته، ويبدا بقى يحرك العربيه والبنتل بناء على الداتا اللي هي جايه له من الايه من الاي دي ده. بعد كده الكيس الثالثه بقى، ودي حته بروفيشنال شويه، ان احنا دلوقتي لو احنا عايزين نسيرش عن شخص معين، ف او سواء بقى كان موجود في الريل تايم فيديو او هو مش موجود، فهو سواء هو كان موجود هيتراكوا عادي تمام. اول حاجه طب احنا مش عملنا ان هو بيسيرش عن طريق الاي دي ليه؟ لان موضوع الاي دي، الاي دي طبعا لما جينا شفنا ان الاي دي طبعا هو اما بيجي مش حاجه ثابته للشخص، هو طبيعي الشخص لما بيجي يدخل الفيديو بياخد اي دي، وما بيجي يطلع ويدخل تاني ياخد اي دي مختلف عن اللي كان داخل اول مره، يعني كان داخل اول مره بواحد، بعد كده جه طلع ودخل كان في 2 قبله فدخل باي دي 3 تمام، فالاي دي مختلف، وبالتالي ما ينفعش نسيرش عن شخص معين بالاي دي بتاعه، ولكن احنا هنسيرش بالاسم، لان يعني الاسم طبعا الاسم بتاع الشخص ما بيتغيرش، هو طلع كان اسمه محمود، دخل كان اسمه محمود، هو ريكوجنايز ان هو اسمه محمود وظهر في الموبايل اسمه محمود، خلاص لما يجي يطلع ويدخل تاني بيظهر برضه ريكوجنايز ان هو فعلا هو اسمه محمود.
فبدانا ان احنا نعمل اول حاجه دلوقتي الاوبشن ده. فعشان يشغل الموبايل بقى اليوزر عشان يشغل الاوبشن ده بيبدا اول حاجه يبدا يعمل يختار اوبشن سيرشنج، فيبدا يبعت في اند بوينت كده اوبشن للموديل اي ان احنا عايزين نعمل سيرشنج. ففي الحاله دي يبدا الموديل يشغل الريكوجنايز وفي نفس الوقت بيشغل الكود بتاع السيرش، فالاثنين الجوريزم شغالين. فاول حاجه هو عمال اول حاجه بيبدا يروح يشوف الريل تايم فيديو اللي موجود عنده، هل هو موجود في ريل تايم في الديكشنري دي، هل هي الاسم بتاع محمود ده موجود؟ هو موجود تمام هيعمل فاك عليه، مش موجود يبدا كود في نفس الوقت هو شغال اصلا، هو عشان هم الكود بتاع الريكوجنايز والسيرشنج شغال كونكرنس، فهو شغال سيرش خلاص يروح محرك، مع ان الثلاثه اللي موجودين هو عارفهم بس مش ولا واحد فيهم اسمه محمود. خلاص بيبدا الكاميرا تبدا تتحرك اللي هي البان تلت 45 درجه 45 درجه 45 درجه تقعد تتحرك كده، لا وهي شغاله وهي حرك وهي عماله تتحرك، احنا عاملين نعمل ريكوجنايز ريكوجنايز ريكوجنايز، في شخص جه قدامنا فجبناه وعملنا ريكوجنايز، طلع مثلا الشخص ده لو ليكن اسمه اسمه عمرو خلاص مش اسمه محمود، خلاص يبدا يكمل سيرش يكمل سيرش لحد ما يقابل مثلا شخص مثلا عمل له ريكوجنايز لقى محمود خلاص حصل ماتشنج، يبدا مثلا يروح لمحمود ده يجيب الفيس الكوردينيس بتاعته، يجيب الاكس والواي زد والسرعه بتاعت الفرد الاولى والسرعه بتاعت الفرد الثانيه، يبدا يمشي العربيه ويبدا مثلا ياخد الانجل اكس والانجل واي بتاعته عشان يحرك البنتات عشان تبدا تسنت وش محمود، وبعد كده يبدا يعمل تراك لمحمود ده. وده كده انا خلصت الجزء بتاعي، والسلام عليكم ورحمه الله. انا شيرين طارق وهشرح الجزء الخاص بيا في البروجكت ده، الكونتنت والفوكال لينس والديستانس استيميشن والبنتل سيستم. هنعرف اول حاجه اسمها الفوكال لينس والديستانس الموجود ما بين الاوبتيكال سنتر اوف اللينس وعند الاوبتيكال بوينت. لو اللايت بيحصل له كونفرج افتر باسنج اللينس ده معناها بوست فوكال لينس، ولو اللايت حصل له دايفرج ده معناها نيجاتيف فوكال لينس. واحنا عندنا اصلا كده نوعين من اللينس، هي واحده دايفرج اللايت والثانيه بتعمل كونفرج في اللايت. طيب عشان نحسب الفوكال لينس ازاي؟ لو افترضنا ان عندنا اوبجكت على مسافه ديستنس اسمها دي، الاوبجكت الديستنس دي نون والاوبجكت الهايت او الويت نون، بتتكون اوبجكت سيميلر عند الفوكس بوينت على مسافه اسمها فوكال لينس باستخدام السيميلر تريانجل. التنس ده هتبقى عباره عن ايه على الاف تساوي اتش على تي، من هنا نعرف ان الاف عباره عن البي في الدي على دبليو. البي هي الويت ان اوبجكت ان ريفرنس ايمج، ودي بتكون في البكسل. دي بعرفها ازاي؟ دي هي الويت بتاعت الاوبجكت، بعرفها من خلال الديتكتور فيس ديتكتور زي الهير كاسكيتد، ده بيرجع لي بيعمل البوكسز حوالين الديتكتد فيسز، بيكون معروف التوب ليفت كوردينيتس والهايت والويدث. وهنا استخدمنا الويدث، الدي هي الميجر ديستنس ان سنتيمتر، وده بحسبها من خلال الديستنس عادي الموجود ما بين الاوبجكت والكاميرا ان ريل لايف، والدبل هي الويدث للاوبجكت ان ريل لايف. طيب ايه الديستنس استيميشن؟ هي بروسس اوف ديتيرمايننج الفيزيكال ديستنس الموجود ما بين الكاميرا والاوبجكت، وطبعا هي كريتيكال تاسك موجوده في اكتر من ابلكيشن زي الاوتونوموس درايفنج كار او روبوتكس. طيب بعد ما حسبت الفوكال لينس ازاي اقدر احسب من الورد ديستنس استيميشن؟ لو افترضنا ان الاوبجكت اتحرك توردز اللينس او باكورس من اللينس، الفوكال لينس هنا بيفضل ثابت، لكن اللي بيتغير هو الهايت. الهايت لو الاوبجكت اتحرك توردز اللينس الهايت بيكون اعلى، ولو الاوبجكت اتحرك باكورس الهايت بيكون قليل. باستخدام برده سيميلر تريانجل هنلاقي ان التنس ده عباره عن اتش على الديستنس اللي موجوده ما بين الاوبجكت وال اللينس وعلى البي على الاف. بالديفايد دو اكويشن هنلاقي ان الديستنس عباره عن ام على 1 ناقص الاي على البي، والام هي التشينج ان ديستنس، والاي هي عباره عن الهايت اوف اوبجكت فور تشينجنج، والبي هي هايت اوف اوبجكت افتر تشينج. ازاي الاكويشن دي استخدمناها في الكودنج؟ لو افترضنا ان انا اعرف الديستنس الموجود ما بين الاوبجكت والكاميرا، وعرفنا برضو الهاي الويدث في ان ريل لايف، عملنا هنا الفانكشن اسمها فوكال لينس بتستخدم نفس الايكويشن اللي شرحناها في السلايد اللي قبل كده، بس في حاجه اسمها هنا الويدث ان ريفرنس ايمج. الويدث ان ريفرنس ايمج ده بنعرفه ازاي؟ بنستخدم حاجه اسمها الهير كاسكيتد، هو نوع من انواع الفيس ديتكتور، بيعمل ديتكت لي الفيس ان ريل لايف، وبيعمل اللي حوالين الديتكتد فيس بوكس اللي يكون معروف التوب ليفت كوردينيتس والهايت ويدث. ومن هنا رجعت الويدث واستخدمته في الايكويشن هنا. بعدين حسبت الديستنس استيميشن، طبقت هنا الايكويشن اللي كانت موجوده في السلايد قبل كده. بعد كده هنشرح حاجه اسمها البنتل سيستم. البنتل سيستم عباره عن ميكانيكال سيت اب، ده بيقلل الكاميرا انها تتحرك اكتر من في تو دايمنشنز هورزونتالي او فيرتيكلي. طبعا بينبل ان الكاميرا يكون عندها وايد رينج من الموشنز، ده مهم في التراك والريكوجنايزنج. طبعا بعد كده بقدر اعمل سبيسيفايد للانجلز للبنتل عشان اقدر احركها للبوزيشن ده تراك للبوزيشنز الاوبجكت في الريل لايف. لو افترضنا ان في اوبجكتس على مسافه اوبجكت هنا بعيد عن السنتر اوف الفريم، الاوبجكت دوت باستخدام الفيس ديتكتور هيكون معروف التوب ليفت والويدث والهايت، اقدر اجيب السنتر اوف الاوبجكت باستخدام ان انا اجمع على الفيس سنتر اكس
على الويدث على 2 والواي هجمع عليه الهايت على 2. طيب السنتر اوف الفريم بجي عن طريق ان انا اجيب الفريم في توت شيب رجع لي الهايت والويدث وبقسمه على 2. طيب ده بيكون بيكسلز، لان عشان احرك الموتورز بتاعت السيرفو بحتاج انجل، الانجل عباره عن دلتا اكس اللي جبناها هنا على ان، الاكس والواي تطوي على الان، الان ده عباره عن فراكشن ممكن يكون من 0 ل 100، والفراكشن ده فيه البيست تشويز للرقم ما بين 0 و100 ده بيكون متراي ان ايرور. ليه بنحتاج نعمل حاجه زي كده؟ لان لو الاوبجكت اتحرك بسرعه بعيده عن الفريم وخرج بره الفريم ممكن الانجلز دي ما تلحقش تتحرك اتجاهه، فما يقدرش يقدر يعمل ديتكت للاوبجكت ده، فبالتالي الرقم ده لازم يكون رقم بروبوشنال للدلتا اكس والدلتا واي. طيب هنا الكودينج ده التوب ليفت للبوكس اللي مع الاكس وجمعت عليه الفيس ويدث على 2، هنا برضو التوب ليفت واي وجمعت على الفيس على الهايت على 2، هنا جبت الاكس والواي وبعدين برضو جبت الدلتا اكس ودلتا واي بتطبيق الاكويشنز اللي كانت في السلايد اللي قبل كده، من اطرح منه الهايت على 2 والويدث على 2. ازاي بقى ظبطنا الانجلز بتاعت البان والتلت؟ الاول لو افترضنا ان ناشناليز البان او التلت انجل بزيرو او التلت انجل ب45، هنا بقى البان انجل هيحصل لها تشينج ازاي؟ بان انا اجمع الاكسلتا دي على 45، كل مره اتحرك فيها الاوبجكت تتغير فيها الاكسلتا هتتغير فيها البان انجل، ولو اتحرك اتغير الواي دلتا للاوبجكت هتتغير برضه تلت انجل. عملنا كل سترين على البان انجل انها تبقى موجوده ما بين السلب 90 وال 90، لان كده كده البان انجل هتبقى ما بين المينيمم يعني ما بين ال 90 والبان انجل، عشان نخلي الاوبجكت او البان انجل يعني ما بين السلب 90 وال 90 يبقى 180 درجه. ثبتنا برضه تلت انجل ما بين الخمسه وال 90 والبان تلت انجل اللي احنا كنا فرضناه قبل كده، نختار منهم المهم برضه عشان نحافظ على ان يكون الانجل بتاع التلت ما بين الخمسه وال 90. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا عمر محمد سيد عبد الرازق، هتكلم عن السيرشنج الجوريزم ميثودز اللي موجوده في الموديل بتاعنا. قبل ما يعني انتقل للباوربوينت، وحابب ان انا اتكلم الاول عن الداتا ستراكشر اللي موجوده عندنا في الموديل، لانها ريليتد قوي بالكونسبت او المحتوى اللي انا هقوله، ويعني هتوضح الكود اكتر من الباوربوينت. يعني عندنا هنا في ريال تايم اي دي، ده ديكشنري بيتعمل له ابديت بالتراكنج اي دي عندي في اللي هو دلوقتي الفيديو فيد شغال، في فريمات بترجع للديتكشن موديل وللريكوجنايز موديل وكده، تمام. فقصاد كل شخص هيحصل له سواء ديتكشن او ريكوجنيشن في انفورميشن بتتبعت وانفورميشن بتتسيف، ماشي. طيب ايه الانفورميشن دي الاول اللي هي بتتسيف؟ ده ريال تايم اي دي اللي بيتعمل له ابديت بالتراكنج اي دي، ماشي. هنعمل مابنج لشوية اتريبيوتس اللي هي ممكن تكون مهمة. ده التراك اي دي بتاعه، كل واحد هياخد اي دي مختلف عن التاني، كل واحد يونيك اي دي. ده الاسم، وهنا مثلا ده اسم الشخص لو هو كان ريكوجنايزد مثلا ومعروف ان هو عمر او غيره، تمام. ده السكور يعني قد ايه واثق ان ده عمر، ديستانس بين يعني الشخص دوت والكاميرا، دلتا اكس ودلتا واي، هنا هنلاقي الستيتس بتاعت الريكوجنيشن هل هو نون ولا انون، تمام. فعلاقة دوت بالسيرشنج الجوريزم بتاعنا، زي ما اتفقنا ان السيرشنج الجوريزم بتاعنا هو كنترولد باليوزر اللي بيستخدم موبايل ابلكيشن. اليوزر دلوقتي عاوز يدور على اسم شخص معين، تمام، اللي بيربط بين اللي عاوز يدور على شخص معين، وهو هيكتب يعني هختار اسمه، اسم الشخص اللي هو عاوز يدور عليه دوت، اللي هيربط بين الاي اي كنترول والموبايل ابلكيشن هو فلاسك، تمام. لو جينا هنا بصينا على الفايل ده هنلاقي الفلاسك، الان بوينت بتاعت الفلاسك بتعمل امبورت لمجموعه من هنا مثلا التشوزن اي دي ودوت التشوزن نيم، فالنيم اللي هو اليوزر هيختاره هيتعمل له انبوت، حلو. طيب ولو هو اختار الاي دي اس يعني هي جايه من سيرش، فالسيرش كونديشن دوت هيكون ترو، تمام. وطبعا التشوز النيم باي موبايل هو معمول له اساين الاول فوق نان لحد لما هو يختار اسم الاول، تمام.
نرجع لهنا السيرش كونديشن ده الاول اللي هو هيعمل اكتيفيت للسيرشنج الجوريزم بتاعنا. لو بصينا هنا نلاقي لو ده بوليان فاريبل تمام، لو اليوزر دلوقتي اختار اسم حد فهو زي ما بصينا هنا لان هو هيبقى ترو تمام، فالكونديشن الاولاني ده هيتحقق. طيب وهنا نوت از فاوند ده برضو بوليان فاريبل، لو هو كان فولس هيحصل عندي في تو فانكشنز عندي هيحصل لهم اكسكيوت تمام. طيب قلنا ان اليوزر هيختار نيم معين ماشي، دي دلوقتي الفانكشن بتاعت الفيتش تشوز النيم. حلو ان انا هجيب النيم اللي هو اللي تشوز باي موبايل تمام، زي ما احنا شايفين هنا كده الاول تشوز النيم باي موبايل، وهنا هعمل ريتريف للنيم دوت من الليسته داتا دي ماشي، واس فاوند هيكون فولس. ده الكونديشن التاني علشان اللي انا اعمل اكسكيوت ل السيرشنج الجوريزم. حلو طيب بعد ما السيرشنج الجوريزم دلوقتي الكونديشنز دي اتحققت وهنعمل لها رن وكده، الكور بتاع السيرش الاول، الكور بتاع السيرش عندنا هو البان تيلت موفمنت تمام. دلوقتي الكاميرا دلوقتي بعد ما اللي هو اليوزر اختار ان هو يدور على شخص معين، لو هو الشخص اوريدي موجود قدام الكاميرا فهنلاقي اس فاوند اللي هو الكام كونديشن موجود عندنا هيبقى الاول ترو، ولما يبقى ترو فالسيرش كونديشن ديت هيتعملها بريك. حلو طيب نلاقي هنا من هو اس فاوند يساوي ترو لو التشوز نيم ماي موبايل كان الشخص دوت اساسا ظاهر عندي اللي هو التشوز نيم موجود عندي في فعلا هو موجود اوريدي قدام الكاميرا. ازاي؟ هنا في كومبارزون بين التشوز نيم باي موبايل الفاريبل دوت اللي هو اليوزر هيختار، ولكن هو اختار عمر. حلو وزي ما اتفقنا ان كل حد قدام الكاميرا بيظهر ففي انفورميشن بتتسيف في ريال تايم داتا دوت اللي هو النيم والسكور وايا كان. زيرو دوت كان الاندكس بتاع النيم. حلو فلو هو النيم ده كان وليكن عمر واثناء الريكوجنيشن موديل اللي هو شغال لقى ان انا ظهرت قدام الكاميرا عمر انا والاسم بتاعي هنا الكومباريزون كانت ترو، فخلاص اس فاوند هنا هيكون ترو والكونديشن هنا يعني مش هيتحقق ومش في داعي ان احنا نشغل السيرشنج الجوريزم تمام. طب لو انا مش قدام الكاميرا مثلا وانا اختار عمر ايه طبيعه السيرش الجوريزم هتشتغل ازاي؟ هنا هنلاقي ان في اساين فاليو للبان تمام. البان بتاعتي دلوقتي نفترض ان البوزيشن بتاعها عملنا له اساين بسالب 90، انا عاوز ان البان تتحرك 180 درجه مره من الشمال لليمين. طبعا ده هيحصل انكريمنتلي 45 درجه 45 درجه تمام. لا وخلال كل انكريمنت من دول هل عمر موجود؟ اتحرك 45 درجه، هل عمر موجود؟ لا. يعني لو موجود هنلاقي الساوند هنا بقى ترو تمام، وهتريتيرن اللوب دي كلها وهيطلع من السيرش كونديشن وخلاص احنا لقينا عمر تمام. هنا دي الانكريمنت اللي انا بقول عليها، البان كل يعني الفاليو بتاعت البان هتزيد 45 درجه 45 درجه وهيتشيك، هتزيد 45 درجه هيتشيك على الكونديشن از فاوند تمام. والله لو موجود خلاص في نوتيفيكيشن هتتبعت لي اليوزر او الموبايل ابلكيشن اف ان هو فاوند تمام. وبعد كده رجع بقى كل حاجه زي ما كانت، رجع سيرش كونديشن فولس، اعمل ريسيت للاي دي اللي انت كنت مختاره اس اللي هو سيرش كنت بدور دلوقتي على شخص، اعمل ريسيت للاي دي. وبعد كده هنلاقي ان البروسيس از كيلد وهيحصل عمليه اللي هي الريسيت لكل البوليان فاريبلز اللي كانت موجوده تمام. طيب هنا الاول البان معمول لها اساين لسالب 90 وهي هتفضل تلوب طول ما هي اقل من ال 90
تمام. الفرق من دول 180 اللي هي الحركه الباند تقدر عليها، بتتحرك 180 درجه 180 درجه، فده هيحصل مره من الشمال لليمين هنا تمام، وبعد كده هننزل من اول هنا تاني، هنا بقى كده من اليمين للشمال بس هنا فورورد تمام، وهنا باكورد، واللي هيحصل هو كان اللي فوق برضو الهاندل لو عمر ظهر قدام الكاميرا فالكونديشن هيتحقق وخلاص، والسيرشنج الجوريزم تتقفل، وبرضو هو العملية برضو انكريمنتلي بس بقى بالعكس المرة دي، وبرضو هتلف 180 درجة يعني من ناحيتين فورورد وباكورد بحيث انها تديني 360 كله تمام. طيب ننقل هنا ده يعني باختصار السيرشنج الجوريزم ميثود الاولانيه. طيب السيرشنج الجوريزم ميثود الثانيه هي الامبلمنتيشن بتاعها هو اكزاكتلي اللي احنا لسه شايفينه دلوقتي، برضو عاوزين ندور على حد او ايا كان، البنتل تتحرك 180 درجه من يمين للشمال ومن الشمال لليمين فورورد وباكورد، اللي بيختلف بس هو الكونديشن اللي هياكتيفيت السيرشنج الجوريزم عندي. اول واحده كانت كنترولد بي اللي هو الموبايل ابلكيشن اللي موجوده عندنا التراكنج باوندنج بوكسز دي لو هي فاضيه تمام، لو التراكنج باوندنج بوكسز مش فاضيه الليست دي فاضيه، فمعنى كده ان هو مفيش حد قدام الكاميرا، يعني دلوقتي الكاميرا مفيش فيسز موجوده في الكادر، الفريم اللي بترجع من الفيديو فيد فاضيه، يعني مفيش ديتكشن شغال، مفيش حد موجود. فعلشان الـ يعني الـ الروبوت بتاعنا العربيه بتاعتنا ما تكونش باسف، تكون على طول برو اكتيف والسيرش يفضل شغال، هنا بس لو الكونديشن دوت لو التراكنج باوندنج بوكسز فاضي تمام اللي هو ما فيش حد موجود، هنعمل ران للسيرشنج الجوريزم، والسيرشنج الجوريزم برضو نفس اللي حصل، نفس برضو الامبلمنتيشن اللي كان موجود من شويه في الميثود الاولانيه، حرك البان تلت كده وكده، ولو ظهر برضو شخص وخلاص يعني، ورا كنا بنشوف شخص سبيسيفيك اليوزر هو بيتحكم بيه، لكن هنا دلوقتي مفيش وشوش خالص، فلا يعني اتحرك ودور على. السلام عليكم، انا محمد محمود عالم من موبايل تيم. في البدايه ممكن نتكلم عن الاركتكتشر المستخدمه في الاب كول، ثم نخش في الفيتشرز اللي انا كنت مسؤول عنها. احنا مستخدمين في الاب حاجه كاستمايز من الكلين اركتكتشر، فيها بنقسم البروجكت لتو فولدر رئيسيين، عندنا اللي هو الكور، الكور فيه اللي هو الكونستانت ده بنحط فيه اي حاجه كونستانت، في فايل اسمه كونستانت ده بنحط فيه اي حاجه كونستانت على الاب كله. الاب اسيتس ده بنضيف فيه الباسز اللي موجوده في الاب. فولدر النتورك ممكن نقسمها لجزئين، حاجه لوكال وحاجه ريموت. الريموت ده الفولدر اللي بنمبلمنت فيه الميثودز بتاعت ال HTTP request، واحنا مستخدمين هنا دايو، وفي امبلمنتيشن لدايو كجيت بقى بوست بوت ديليت امبلمنتيشن كامل يعني. اللوكال مستخدمين فيه شيرد بريفرنس، وضايفين برضو حته سكيور شيرد بريفرنس عشان نسيب التوكن ونعمل له انكريبشن عشان لو حد اكسس الفايل بتاع الاندرويد الاي بي كي ما يقراش التوكن بتاعنا. سيرفيسز احنا مستخدمين على الابلكيشن كله ديبندنس انجكشن، وهنا مستخدمين فيها باكج اسمها جيتيت عشان نشير فيها الاوبجكت الشيرد على الابلكيشن كله. الشيرد في عندنا كيوبيتس وريبوزيتوري ويدجز تبقى شيرد على الابلكيشن كله، بنستخدمها في كل الفايلات فبتضيفها هنا. اليوتيليتيز الكالرز الموجوده في الاب تبقى موجوده كلها هنا، الفانكشنز اللي بتكرر يعني سنيك بار معظم الفانكشنز اللي بتستخدم بنحطها هنا على الابلكيشن كله. الهيلبرز كذلك حاطين فيها فولدر للسبيسنج حاجه لها علاقه باليو اي. الراوتر ده الفايل بتاع الراوتر احنا مستخدمين باكج اسمها جو راوتر، جو راوتر ده بتهندل النافيجيشن على الاب. الستارز طبعا الفونت فيها الفونتس وكل التكست اللي موجوده في الاب. السيمز ده الالوان والحاجات بتاعت الاب. الشيلد برضو بنحطها في الفايل ده. خش بقى في الاركتكتشر بقى نفسها.
احنا مقسمين الاب كفيتشرز، عندنا 6 فيتشرز رئيسيه، او ممكن نقول ان كل سكرين بتبقى فيتشرز، او ممكن يبقى سكرين واحده فيها اكتر من فيتشر، او ممكن تكون كام سكرين في فيتشرز معينه على حسب. يعني الاوثنتيكيشن لوج ان وساين اب بتتحط في فيتشرز واحده. يعني الفيتشر ده بتتقسم لثلاثة لاير. الداتا لاير، الداتا ده بتبقى فيها ريبوزيتري، وهنا الريبوزيتري بتكلم الدايو، نستخدم بننجكت الدايو لها عشان نستخدم الميسوز اللي فيها. الموديل، المودلز ده المودلز بتاع اللي بتيجي من الجيسون فايل اللي بيجي من الاي بي اي، بنعمله في موديل هنا. اللوجيك، اللوجيك هنا بيكلم الكيوبس، هنا بتتكلم الريبوزيتري، وهنا بنستخدم الفانكشن وبنضيف اي لوجيك للاب. الفيوز طبعا بنحط فيها السكرينز والويدجز اليو اي. ده باختصار الاركتكشر المستخدمه. نيجي نخش بقى في الفيتشرز الرئيسيه بتاعتي. اول فيتشرز معانا اللي هي اللايف فيد اند كار كنترولر. احنا بنكنترول العربيه بجويستيك. الجويستيك ده بنعملها مابنج عشان تقدر تحرك الدرايفر اليمين او الشمال عند العربيه بمابنج معين. هنستعرض الفانكشن بتاعته دلوقتي. اللايف فيد ده بنشير من الكاميرا لايف الكاميرا الموجوده على العربيه. طبعا ممكن تسواب على اللايف يمين او شمال او فوق تحت، تتحرك بتحرك وتكنترول الكاميرا منها. عندنا الافيلبل اي دي. الافيلبل اي دي لما يوزر يظهر قدام الكاميرا فباخد الاي دي وبتعرض عليا هنا من الفاسك سيرفر طبعا اي بي اي. ممكن اتك عليه او ريسيته. لو اتكيت عليه طبعا العربيه تتراك اليوزر ده. عندنا السيرش. السيرش ده لو انا عاوز اسيرش اباوت سبيسيفيك يوزر بكتب اسمه، العربيه بتلف في معظم الاتجاهات تشوفه موجود حواليها ولا لا. الفيتشر اللي بعدها اد نيو بيرسون. ده بنطلب من اليوزر يدينا الاي دي والنيم، ثم بنخليه يفتح بقى الكاميرا. يفتح الكاميرا فانا باخد كلمات ابعتها للموديل اي اي. اول ما الموديل الاي اي خلاص بقى قادر يتعرف عن على اليوزر نفسه فخلاص بنبعت نوتيفيكيشن. النوتيفيكيشن دي بتفصل الكاميرا وتطلع. ممكن بقى اليوزر ده لو موجود قدام العربيه العربيه تتراك عادي. ممكن نستعرض الابلكيشن كتيستنج دلوقتي. ده الابلكيشن. هنا انا موجود طبعا، العربيه مش موجوده معايا دلوقتي، فانا مستخدم الويب كاميرا بتاعتي. انا لو عملت سواب على الفيديو نفسه طبعا بيحرك، المفروض ان هو يحرك الكاميرا. عندي ممكن اختار الاوبشن واحد او اتنين، او ممكن اريسيت، ممكن اعمل سيرشنج برضو على يوزر معين. وطبعا ده الجويستيك بتتحكم في حركه العربيه كامله. بتحرك بقى يمين او شمال، بقلل سرعه الدرايفر اليمين لو انا عاوز اخرجه شمال، الشمال لو انا عاوز اخرجه يمين، او العكس يعني حاليا. في طبعا صفحه الكاميرا او الاتراك نيو يوزر، ده بضيف نيم واي دي. اول ما اتك هنا خلاص الكاميرا بتفتح. بستارت. هنا المفروض انا ببعت للموديل اي اي. اول ما الاي اي خلاص تمام انا مش محتاج، فهو بيبوب لوحده يعني. طبعا ده الكود معانا. ده كود انيشلايز بتاع الفيديو فيد. وهنا انا بانيشلايز الفيديو، ثم هنا انا ده البان تيلت. البان تلت طبعا الكاميرا راكبه على البان تلت، فانا من في الجزئيه دي ببعد البان تلت على حسب ما ديتكت من هنا من بان ابديت. الحته دي برضو ممكن نجيب الكود بتاع الجويستيك. ده الجويستيك بنعمل مابنج هنا، ثم بنبعتها هنا في الاي بي اي. طبعا هنا انا في الكار موفمنت دايركشن ممكن نستعرض فيها برضو حته الاركتكتشر. هنا ده الفانكشن اللي موجوده في الكيوبيت اللي اسمها كار موفمنت دايركشن. طبعا البنت دي ملهاش لازمه. هنا ده الريبوزيتوري انا عاملها انجكت هنا.
بالديبنس في التعريف بالديبنس انجكشن، بالديبنس انجكشن بتاعتنا اللي هي الجيتيت. فانا هنا بستخدم بقى الفانكشن بتاعتنا اللي هي كار موفمنت. حاجة تانية انا عامل بيز كار ريبو حتة سوليد كده ديبندنسي انفيرجن، فانا فاعملين الكار موفمنت ده اللي هو اصلا الابستراكت كلاس بتاعي زي ما قلت ديبندنسي انفيرجن، وده الكود بتاع الكار موفمنت. هنا برضو بكلم الدايو، الدايو هيلبر اللي هو الامبلمنتيشن بتاع البوست او الجيت ريكويست اللي انا كنت قلت عليه برضو. ممكن نجيب الفايل بتاعنا بوست داتا، ده طبعا في الفايل اللي هو اسمه دايو هيلبر في الفولدر بتاع النيتورك اللي موجود في الكود. ده يعتبر الكود، وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نوران أحمد محمد شمس، هتكلم على الأبليكيشن. الأبليكيشن عندنا ممكن إن احنا استخدمه في إن أنا أقدر أتحكم في العربية عن طريق الموبايل وأقدر أحركها بسهولة، وبستخدمه برضو في الفيديو ستريمينج، وممكن سيرشنج بيه على اليوزر معين وأقدر أضيف يوزر جديد. قبل ما أدخل على تفاصيل الأبليكيشن هتكلم على الديزاين باترن. استخدمنا كاستمايزد كلين اركيتكتشر، ودي فايدتها ان انا اقدر افصل بشكل واضح بين الكومبوننت والابليكيشن، وده بيخلي الكود اسهل في ان انا ازود فيه او تست على اي جزء. عملنا كور فايل وقسمناها لتيمز، كل تيم جواه فايلز. قسمنا الكور فايل الى كونستانت ونتورك وسيرفيس وشيرد يونت. التقسيم ده خلانا نقدر نوصل للكود بسهولة ونتعامل معاه بشكل اوضح. الديزاين عندنا ليها ثلاث فايلات رئيسية، وهي الداتا واللوجيك والفيو. الداتا عبارة عن ريبوستري وموديل. الريبوستري دي بتلخص لي تفاصيل الداتا اللي بترجع من السورس المختلفة، زي الكول او اللوكال داتابيز او الكاشينج ميكانيزم، وده بيسمح لي ان انا نغير او نزود في السورس داتا من غير ما تأثر على باقي الابليكيشن. واستخدمنا الديو باكج عشان اقدر اتعامل مع ال HTTP اللي بتتصل بالريبوستري فايل. بالنسبه للموديل فاحنا عندنا يوزر موديل، لان في الابلكيشن عاملين يوزر بروفايل. تاني حاجه وهي اللوجيك. اللوجيك عباره عن كيوبيت. الكيوبيت دي حل سهل للستيت مانجمنت، وعباره عن نسخه بسيطه من البلوك. الكيوبيت بتركز اكتر على الستيت مانجينج بدون اي تعقيد، واي ملف في لوجيك بيكون داخل كيوبيت. اخر حاجه عباره عن فيو، وهي عباره عن الويدجت والسكرين بتاعت الابليكيشن بتاعنا. اول حاجه هتكلم عليها في الابليكيشن هو الاوثنتيكيشن، وهي عباره عن جزئين، لوجن وريجستر. بالنسبه لللوجن هو عباره عن تو انبوت فيلد، واحدة لليوزر نيم والتانية للباسورد اللي ممكن اخفيه او اظهره. اليوزر يقدر ان هو يضغط على زرار اللوجن علشان اوثنتيكيت البيانات اللي دخلها، واقدر ادخل على البرنامج. في حالة ان عملية اللوجن تمت بشكل صحيح، فتؤدي الى تخزين التوكن اوثنتيكيشن بشكل امن باستخدام الفلاتر سكيور ستورج. بالنسبة للفلاتر سكيور ستورج والشيرد بريفرنسز، الاثنين بيستخدموا عشان اخزن الداتا، بس الفلاتر سكيور ستورج بتوفر مستوى عالي قوي في السكيورتي، وده بيتم فيه تخزين السنسيتيف داتا زي التوكن والباسورد. بتستخدم الانكريبشن علشان اضمن ان الداتا اللي اتخزنت متخزنه بشكل امن. بالنسبه للشيرد بريفرنسز، ما تصممتش عشان اخزن السنسيتيف داتا، لان الداتا المتخزنه جواها بتكون ان انكريبتد. لو الاكسس بيرميشن مش محمي بشكل امن، ممكن ان انا بسهولة احصل على الداتا، وده حاجة احنا مش عايزينها اكيد. عشان كده استخدمنا الفلاتر سكيور ستوريج. تاني حاجة في الاوثنتيكيشن وهي الريجستر، وهو عبارة عن 4 انبوت فيلد، ايميل ويوزر نيم وباسورد وكونفيرم الباسورد. كل واحد فيهم عنده بليس هولدر تكست. بعد ما اليوزر يملأ الفورم، ممكن بسهولة ان هم يكريتوا حساب لما يضغطوا على البوتن اللي هو كرييت اكاونت.
واول ما يتم الريجستريشن بشكل صحيح، التوكن بتاع الاوثنتيكيشن بيتم تخزينه بشكل امن باستخدام الفلاتر سكيور ستوريج. بالنسبه للكار ليدنج اوبشن، عندنا 3 اوبشن كنترول ممكن اليوزر يتحكم في العربيه بيهم، ممكن يختار من الموبايل والجلافز والاي اي. عن طريق ان انا ببعت كاركتر للسيرفر من خلال الاي بي اي، وهنا اقدر اختار الاوبشن اللي هتحكم في العربيه منه بسهوله، وده بيسمح لليوزر ان هو يتحكم في العربيه بالشكل اللي هو عايزه. عندنا نوتيفيكيشن في حالتين، بيبعت نوتيفيكيشن في حالة السيرشنج وفي حالة الادنج نيو يوزر. في حالة السيرشنج لو عايز سيرش على شخص معين اشوفه موجود ولا لا، العربية بتلف وبتشوف حواليها هل الشخص ده موجود ولا لا. لو جالي نوتيفيكيشن بحرف الاف يبقى الشخص ده اللي هو بيبحث عنه موجود. لو جالي نوتيفيكيشن بحرف الاكس يبقى العربية مش قادرة تلاقي الشخص اللي بتبحث عنه، وعملية السيرش في الحالة دي بتقف. في حالة الادنج نيو بيرسون، لو عايز استقبل يوزر جديد الكاميرا بتتفتح لحد ما تاخد كل السامبل، وبتفضل تبعت ستريم من الداتا. السامبل ده اليوزر ما يقدرش يوقفه بنفسه، فلما يجي للنوتيفيكيشن بحرف الدي يبقى كل السامبل اتاخدت، والكاميرا بيتعمل لها بوب اب وبتقفل لوحدها. لو جالي النوتيفيكيشن بحرف الان يبقى العربية مش لاقية النيو يوزر اللي بيدور عليه. لو جالي النوتيفيكيشن بحرف الاس يبقى النيو يوزر اتضاف بنجاح للافيلبل يوزر. اخر حاجة عندنا وهي صفحة البروفايل سكرين، ودي بيكون فيها كل الداتا بتاعت اليوزر، وبنسمح لليوزر ان هو يمانج كل الداتا زي الافاتار والايميل والفون نمبر، ويغير الباسورد بسهولة ان هو يدخل الباسورد القديم ويدخل الباسورد الجديد وكونفورم الباسورد ويسيف كل اللي هو عايزه. السلام عليكم، أنا أحمد السعيد نود جي اس ديفلوبر، المسؤول عن جزء اللوجن سيستم والسبسكريبشن سيستم الموجود في الفلاتر ابلكيشن بتاع المشروع. إن شاء الله هنتكلم عن أول حاجة اللي هو اللوجن سيستم. واللوجن سيستم ده عبارة عن سيستم كامل، يعني بيوفر لليوزر اللي هو يكون له حساب شخصي على الموقع أو الابلكيشن الموجود. اللون سيستم اللي احنا عاملينه موجود فيه حوالي 7 اند بوينتس. في الاند بوينت بتاع الساين اب اللي انا ممكن اعمل نيو ريجستر، وواحد الفورجيت باسورد، واند بوينت للساين ان واللوج اوت، مبنيين على كذا اند بوينت فرعيين اللي هي السند كود اللي انا اقدر اسند كود عن طريق الايميل او عن طريق رساله اس ام اس، وفي ريفريش توكن بحيث التوكن لو حصل له اكسبير يعني الوقت بتاعه خلص، وفي كونفيرم ايميل بحيث ان انا ما ينفعش اعمل لوج ان الا ما اكون الايميل بتاعي ما عامل له كونفيرميشن يعني. ومستخدمين 2 ميدل وير اوثنتيكيشن وفاليديشن لللوجن سيستم. وفي دلوقتي انت داتابيز، دلوقتي مستخدمين داتابيز اللي هي مونج دي بي اللي هي مونجو دي بي اطلس. مونجو دي بي عبارة عن نو سيكوال داتابيز بيخزن الداتا بتاعتها عن طريق دوكيومنتس، بعكس السيكوال بتخزن عن طريق تيبلز، والداتا فيها بيكون عن طريق الداتا بتاعتها جيسون. وموجود معانا 2 موديل داتابيز، واحد لليوزر واحد للسبسكريبشن، مربوطين ببعض. السبسكريبشن بيريفير لليوزر، يعني اليوزر ممكن يكون له سبسكريبشن واحدة بس الموديل بتاع السبسكريبشن هيحتوي على كذا يوزر. فان شاء الله نروح للكود دلوقتي ونبص على كل حاجة. اول حاجة عندنا الفايل بتاع التقسيمة بتاعت الفايلات بتاعتنا، في داتابيز وميدل وير والمودلز والسيرفيس بتاعتنا، والفايل بتاع دوت ان في الانفايرمنت بتاعنا. المين فايل بتاع البروجكت كله اللي هو الاب دوت جي اس ده السيرفر بتاعنا، موجود فيه مستدعين فيه المكتبات اللي هي دوت ان في عادي، والاندكس راوتر دي المين فايل بتاع الراوتر، المين راوتنج فايل،
والاكسبريس المكتبة الفريم ورك اللي احنا شغالين بيه، وكونكت الداتابيز بريفير للداتابيز عشان الكونكشن بتاعها، وده السيرفر اللي احنا مقومينه عن طريق عاملين كونست ابي عن سو اكسبريس، والبورت بتاعنا اللي هو 3000 والبيز يو ار ال موجود في الدوت ان بي، وده الاب دوت يوز عشان نشغل او نسدد الراوتنج بتاعنا هنا في الفايل عشان السيرفر يقدر يقوم. تمام، نروح هنا للداتابيز. الداتابيز فيه هنا الكونكشن دوت جي اس، الفايل اللي احنا مستدعين فيه اليو ار ال بتاع الداتابيز بتاعتنا ومقومين الداتابيز يعني. هنا عاملين هنا سينك واويت عشان ده بياخد وقت، البروميس بياخد وقت هنا الدوت زين يعني، فهنا عاملين هنا المستخدمين سينك واويت. في هنا بقى الفايل بتاعنا، هنا اول ما يعمل كونكشن زي ما موجود تحت هنا في التيرمينال بيكونكت الداتابيز وبيديني اليو ار ال للداتابيز بتاعتي. تمام، لو فيلد بيديني الايرور. نروح هنا للمودلز بتاعنا، في هنا المودلز بتاع اليوزر. تمام، احنا هنعمل مستدعين السكيما والموديل من المكتبة اللي اسمها مونجوز، دي المكتبة الخاصة بالمونج دي بي. عاملين هنا السكيما بتاعتنا، عاملين فيها اليوزر نيم التايب بتاعه سترينج وريكوايرد لازم يعني يكون موجود، والايميل يونيك، والباسورد بتاعنا والباسورد تشينج ات الوقت يعني اللي احنا غيرنا في الباسورد، والريسيت اكسباير، والكونفيرم ايميل هنا تايب بولين هنا يا ترو يا فولس يعني الديفولت بتاعها فولس، اي ايميل يعني هيتكريت او اي يوزر هيتكريت هيكون فولس يعني لازم يروح يعمل له كونفيرميشن الاول عشان يقدر يلوج ان بي والايج والفون. وفي هنا الجندر ميل ميل واونلاين، بحيث ان انا لو حبيت يعني اعمل لوج ان بيكون متخزن عندي في الداتابيز اللي هو اونلاين بترو، اللي هو لوج ان لو فولس يبقى هو مش عامل لوج يعني، وبلوك بحيث لو الايميل متبلك والزيريت اللي هو موجود اصلا او لا، والرول بتاعته فري، وفي اي بي بحيث بعد السبسكريبشن يعني يعني هو اول ما بيعمل يوزر عادي بيكون فري، بعد ما يحصل له عملية سبسكريبشن بيتغير لي في اي بي. والسترايب كاستمر اي دي ده بيتكريت اول ما بنعمل نيو ريجستر يعني، ده بيتكريت وبيكون موجود على سترايب اللي هو متخزن. بيريفير هنا السبسكريبشن، ده المودلز بتاع السبسكريبشن بيريفير للسبسكريبشن. تمام، وهنا البروفايل بيكتشر بحيث ان انا اقدر ارفع صورة لليوزر اول ما بيعمل سين ان يعني، اللي انا بقدر ارفع له صورة يعني شخصية ليه. وهنا الموديل بتاع السبسكريبشن، في هنا سبسكريبشن اي دي والستارت ديت بتاعت السبسكريبشن والاند ديت والستاتوس بتحول اللي هي اكتف يعني او ترو او فولس، والبلين كرنسي بتاعتها، والانترفال والانترفال كاونت، والاي دي بتاع البلين، وبيريفير اليوزر الاتنين بيريفيروا لبعض يعني. فهنروح نتكلم دلوقتي عن الاوثنتيكيشن اللي بنستخدم فيها جيس نوت توكن. هنا المكتبة بتاعة الأوثنتيكيشن، عاملين هنا الـ export الـ authentication function بتاعتنا عشان أقدر أستدعيها لأي فايل بعد كده. بي return asynchronous middleware اللي هي يعني عبارة عن asynchronous middleware. بعد كده بنعمل الخطوة التانية بتاعة الـ token extraction. هنا باخد ال بستخدم ال authorization في ال headers بتاعنا، وبشوف ال authorization ب start بال peer key بتاعتي أو لا، يعني ال peer key اللي أنا مستخدمها هنا في دوت ال file دوت env اللي هي أحمد داش داش، يعني لازم يكون أي token في ال ببعته يعني بادئ بدي، وإلا هيديني هنا invalid token. تمام، لو التوكن سليم وجالي سليم بروح افك التوكن بالبيرر كي بتاعي، بعد كده بعمل له فيريفاي بالتوكن سيجنتشر. وتمام، وهنا لازم التوكن يكون باي دي ويكون لوجد ان، لو مش باي دي، لو التوكن ما فيهوش اي دي او مش عامل لوجد ان هيديني البيلود فاليد. فبروح بقى فايند هنا باليوزر في اليوزر موديل بتاعي بالاي دي،
لو مش موجود بيديني اليوزر نوت فاوند، لو موجود بقى باخد الاتاتش بتاع اليوزر للريكوست بتاعي، وبعد كده النيكست والسدعية. وهنا الفانكشن، هنا اي فانكشن او اي ار فانكشن بتاخد 3 حاجات، الريكوست والريسبونس والنيكست عشان ترن. هنا دي ممكن اغير في اسمائهم عادي، بس الاماكن بتاعته محفوظة، يعني اول مكان للريكوست والريسبونس والنيكست ما ينفعش نبدل فيه. وهنا الفايل بتاع الفاليديشن، الفاليديشن تبع الفاليديشن ايرور عادي. هنا الكونست داتا، هنا الداتا بتاعتي عبارة عن البادي والبرامس والكويري والهيدرز، ده اللي انا اقدر ابعت فيهم. والفاليديشن اصلا فايدته في ايه؟ اللي احنا بيخليني اتحكم في الريكوست اللي جاي لي، يعني يكون في حاجات شروطي انا معينة، يعني مثلا زي ما كنا قايلين هنا. ثانية هنشرحها اكتر على ال ريستريشن. يعني مثلا هنا الفورجيت باسورد مثلا، يعني انا ببعت في البادي ببعت له الباسورد، هنا لازم يكون سترينج والباترن بتاعتي دي، اللي هو مثلا الباترن موجودة ما يقلش عن 8 أرقام. هنا ودي مستخدمين فيها ريجكس اللي ما يقلش عن 8 أرقام، ولازم كل حروف تكون في سمول وفي كابيتال يعني وكده. وفي سي باسورد، يعني لازم يكون في كونفيرميشن باسورد في البادي بنفس الباسورد بتاعه، والكود بيكون نمبر وريكوايرد، لازم برضه في الكود في فيلد في الكود في الفورجيت باسورد. وهنا كمثل برضه فوق كل حاجة، يعني ساين اب برضه معمول لها باليوزر نيم والايميل والفون والرول والباسورد، كل حاجة نفس الباترن اللي تحت برضه، وساين ان نفس الكلام. اما انا دلوقتي هنروح للفايل بتاع الريجستريشن. هنا اول حاجه الاند بوينت بتاعت الساين اب، دي لما انا اجي اعمل يعني نيو ريجستر، ببعت له الايميل والفون والباسورد واليوزر نيم في البادي، وبعد كده بروح اتشوف اتشيك في الداتابيز بتاعتي الايميل ده موجود ولا لا. لو موجود بيبقى اديني اكزيست ايميل، لو مش موجود باخد الباسورد بتاعه بقى ايشو بالبارسنت، دي بقى عدد السلت راوند اللي انا بحطها، يعني مثلا 7 8 اي حاجه على حسب ما انا حاططها يعني في الدوت ان بي. بروح دلوقتي اكريت كاستومر بال باكريت. دلوقتي هنروح نخزن كل ده في الداتابيز، المعلومات اللي جات لنا من الريكوست، الايميل والفون والباسورد بنعيشه هو متخزن متعيش، واليوزر نيم والكاستمر اي دي. دلوقتي بقى بما نيجي دلوقتي بنروح عاملين بعد كده، بعد ما بنخزن كل ده في الداتابيز بنروح عاملين التوكن، جنريت التوكن، باخد الداتا دي كلها من الداتابيز واروح مخزنها في التوكن. تمام. هنا ريفرش توكن بحيث لو التوكن حصل له اكسباير بنعمله ريفرش. وهنا الايميل مسج المفروض بسند هنا البروتوكول بتاع ال HTTP والهيدرز والبيز يو ار ال من الدوت ان بي والتوكن بتاعي، وبقول له فولو مي عشان يعني كونفيرم الايميل، ولو الايميل اتبعت يعني هيديني دان، وما اتبعتش هيديني فيلد. وهنا الايرور كونفيرم من نفس الكلام، بستقبل التوكن من البرامز واعمله بروفايل للتوكن، وبتأكد بروح لليوزر للتوكن بالاي دي، باخد الاي دي منه وبعمل ابديت للداتا من جواه، بعمل باخد الفيلد كونفيرم ايميل منه وبروح اعمل ابديت له. وهنا اليوزر دوت نوتيفاي كاونت بيجيلي الحالة بتاعة الستاتس كود أو الريكوست، يعني الريسبونس قصدي، لو 201، لو هو تمام يعني هيديني 201، لو في ايرور هيديني 400. نحاول نجرب اللي احنا قلنا دوت، نروح للبوستمان. الايميل والباسورد واليوزر نيم والباسورد والفون بتاع سند، انا ايرور هير از نوت فايند، ماشي شيلها خالص.
جامد يعني. ان ال exist نمسح ال database. تمام ضن كده. لو رحنا دلوقتي على الميل بتاعنا تمام تمام نكون في الميل فرمي تمام. هنا لو حبيت لو انا يعني نسيت الرسالة او ما دخلتش وحصلها نصف اربعة بريكوست يعني نيو لينك، يعني لو قلت كده بريكوست نيو لينك هو يقول لي كونفيرمد اصلا في الاساس. نروح للداتابيز نعمل ريفرش هنا كونفيرم ايميل كونفيرم ايميل عدد بترول تمام. وادي الداتا بتاعتي السبسكريبشن لسه فاضية يعني بيتي هنا عشان معملتش سبسكريبشن فهي فاضية. كل السلايد كاستمر اي دي موجود دلوقتي في موقع سترايب تمام. نروح بعد كده للساين ان لو حبيت اعمل ساين ان بروح دلوقتي بالايميل والباسورد اللي انا لسه مخزن اللي انا لسه عامل بيهم جديد فهبعت. فدلوقتي هيبقى لوجد ان ريفرش تمام اللاين بتوع هناخد التوكن نروح عشان نسند كود بحيث ان انا حبيت اعمل لو حبيت اعمل فروق الباسورد المفروض هيديني لازم انا الكود هيتحط في الفيلد بتاع الريكوست بتاع الباسورد. التوكن هنا في الهيدر زي هنا اوثرايزيشن عشان الاوثنتيكيشن اللي احنا عاملينه سنت يعني بيقول الكود وصل. شوف هنا في التيرمينال تمام بيقول لك الايميل سند على الايميل دوت سند الرقم كذا. المفروض دلوقتي في رسالة عن بال جاتلي الكود اللي جالي فيها 4 5 1 0 8 8. لو رحنا على الايميل هنا المفروض الباسورد تمام 4 5 1 0 8 8. لو رحنا على الداتابيز نفس الكلام تمام. بعد كده لو حبيت أعمل فرق الباسورد نروح بالبودي نقرينا الكود كان 4 5 1 0 8 8 تمام. هذا الباسورد لو حطيت نفس الباسورد القديم هيقول لي الباسورد موجود فغيره. فانا دلوقتي مغير الباسورد لان انا حبيت يعني اعمل سند تاني 404 فالتوكن او بيرور كي تمام محتاج التوكن هنا ريكوست كود كود هنا نمبر تمام. باسورد كده ابديت تمام. الباسورد هنا الفيلد بتاع تشينج ات ظهر لنا هنا تمام. دلوقتي هنروح عشان نعمل كريت سبسكريبشن او تعالى
نفس الريكورد ده. طيب دلوقتي هنتكلم عن جزء السبسكريبشن بسرعة كده. هنا المفروض هنا واخدين البرايس بتاعنا دي الاندبند بتاعت البرايس، بترجع البرايس اي دي من الموقع سترايد، بترجع الفرونت اند بحيث اللي هو يقدر يبعته تاني عشان يقدر يعمل كريت سبسكريبشن، يعني بيكبر في الريسبونس انا بستقبله منه في الاند بوينت دي. تمام، انا باخد منه البرايس، البرايس اي دي هنا، هنا التايب بتاع البيمنت، هنا كارد ومود سبسكريبشن، هنا الكنسل يو ار ال والسكسس يو ار ال. لو انا دفعت هيوديني للسكسس، لو ما دفعتش هروح للكنسل. هنا الاند بوينت التانية بتاعت ال subscription status دي اللي بترجع البيانات بتاعة ال customer من ال Stripe، بترجع لي كل بيانات أو البيانات اللي أنا مختارها بالذات. يعني مثلا هنا بترجع لي ال subscription ID وال start date وال end date. وهنا لو هو دفع تمام بيروح لو هو بيروح بتتشيك ال subscription status، لو هي active بيتحول للرول بتاعتي في ال database ال VIP. فدي ال action يعني اللي بيحصل. بترجع لي هنا الستاتس والبلان بتاعتها، الفيلدز دي موجودة في الداتابيز بترجع عليه. تمام، هنا نوتيفاي بايميل، هنا دي عاملين فانكشن هنا ومستخدمينها تحت بحيث اللي هي لو ال لو البلان لو الستاتس بتاعته أو الخطة بتاعت اليوزر موجودة في الداتابيز حصل لها اكسباير، الوقت بتاعها خلص يعني، فبتروح بعت لي رسالة على الإيميل وعلى الموبايل على الخط بتاعي يعني على SMS، بتقولي ال subscription بتاعتك has an expired. تمام، ودي بتحصل كل يعني دي بتتشيك مستخدمين هنا الكورن هنا ده دي كورون دي بتحصل كل ليلة عند الساعة 12 كده، بيتشيك بيتشيك لوحده كده، بيروح الداتابيز وبيتشيك، لو الوقت بتاعها خلص بيبعت ما خلص عادي شغال. تمام، وهنا الجزء بتاع الابديت، لو انا اخترت خطة معينة وعاوز اعمل لها ابديت فبعمل لها ابديت عادي. يعني مثلا لو انا عملت ابديت بس هنا من خطة لخطة، يعني لو في فرق في السعر، يعني لو من خطة عالية لخطة، يعني مثلا خطة ب100 دولار وفي خطة ب20، يعني هخزنها عادي من غير ما ادفع، يعني هروح اشتري كده من غير ما ادفع، بس هتدنها، والموقع طبعا مش راجع لي فلوس، بس انا هتدنها تتجدد لوحدها 5 مرات يعني بعد كده. راح اضرب الريكوست بتاعتنا هنا بكريت سبسكريبشن، هناخد هنا التوكن. تمام، هنا من بوت، هنا في البادي البرايس اي دي اللي المفروض الفرونت اند هيبعتهولي، رحنا في التوكن ده دي هنا. تمام، هنا اداني ال URL بتاع اللينك السيشن اللي انا المفروض اروح ادفع بيه. هنا الداشبورد اللي المفروض أتابع الخطة بتاعتي هنا ب40 دولار. تمام، هنا بيانات الفيزا والكنتري وبتاع، مش مهم دي. تمام، احنا المفروض أنا دفعت، احنا كل ده في الديفلوبر مود عامة، يعني دي مش دفع حقيقي. فانا تمام كده، انا المفروض وداني على السكسس يو ار ال اللي كنت انا حاطه هنا في الدوت ان بي. فتمام، انا كده دفعت، المفروض بقى اروح ارجع بياناتي من الموقع. عشان تتخزن في الداتابيس. المشكلة بقى
كده غير اليوزر اليو اي بي اليوزر نيم هنا دي اليوزر نيم والايميل والباسورد مرجعله كل البيانات والفون والجندر تمام. هنا السبسكريبشن الداتا سترايب اللي احنا كريتينه في الاول ساعة الريجستريشن رجعلي هنا عمل لي هنا الاي دي بتاع السبسكريبشن بتاعي ومرجعهولي تمام. وهنا الباسورد مرجعله كل الداتا يعني من الداتابيز. لو رحنا على الداتابيز هنا السبسكريبشن هنا تمام. هنا الاي دي الموجود هناك البلان كل حاجة موجودة فيها. وهنا اليوزر احنا روحنا هنا تمام ده نفس الاي دي بتاع السبسكريبشن هنا وكده الريفيرنج بتاع الرابط بتاع الداتابيز تمام شغال. دلوقتي هنروح لو انا عاوز اعمل ابديت للسبسكريبشن بتاعتي ناخد هنا التوكن ناخد منه معلومات اليوزر نروح على الهيدرز. دلوقتي انا غيرت الخطة بتاعتي ده مش نفس البرايس اي دي التاني يعني هنا في كريت لو رحنا هنا البرايس مش نفسه فنسيب بسم الله تمام. عمل هنا ابديت السبسكريبشن وكل حاجة ومرجع لي كل البيانات هنا لو رفعنا هنا التيرمينال شوية تمام رجع له كل البيانات اللي هو عمل لها ابديت يعني وكده. دلوقتي هنجرب ال جيت بيكتشر لو انا عاوز ابعت ارفع صورة بالملتر يعني لا جيت برايس تمام. هنا الريدرس هناخد هنا التوكن روحنا على البودي هنا بعت الداتا نسلكت فايل سلكت فايل كده المفروض الورقة على الصورة على الريتينيرا. أنا أخدت اللينك ده الصورة تربط لغة على الداتابيز اليوزرز تمام. الصورة كده اترفعت عندي فكده اليوزر بقى عنده صورة تمام. هنا اللوج اوت دي بتغير بس الفيلد بتاع اونلاين تغير لغات ولا هو دروب تخليه خالص تلاتة راوتين نروح للراوتين الراوتين هنا فين الراوتين باتش هنا يوزر رجع الايميل بالاي دي بتاعه انا رحت انا عملت ريفرش تمام الاونلاين بعد فلوس تمام كده عمل لوج اوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اسمي حمود هشام محمد طوانسي، هتكلم عن جزء خاص بيا في المشروع، ألا وهو ديزاين. إن أنا أعمل ديزاين للويب سايت، وعشان نعرض فيه المشروع بتاعنا والتفاصيل بتاعة المشروع والتكنولوجيز اللي استخدمناها والكومبوننتس والتيم ممبرز والكونتاكت. تمام. في بداية كده خلينا نبدأ سريعا بإن إحنا أول حاجة أوريكم المشروع. تمام. أوريكم الويب سايت، وبعدين نخش في تفاصيل الكود يعني. فدي عندنا هنا الناف بار فوق. تمام. الناف بار عندنا فيجن جارد، دي بترجعك للهوم، ونفس الكلام هنا برضو، دي اللوجو. بتضغط على اباوت تنزلك عند سيكشن اباوت تحت. تمام. بتضغط على التكنولوجيز يوز، بيجيبك على التكنولوجيز استخدمناها برضو. الكومبوننتس نفس الكلام، التيم ممبرز برضو، وهكذا بالنسبة للكونتاكت. عندنا هنا البوتن ده بيطلعك ايه فوق كده. تمام. عندنا هنا في الأباوت بتضغط على ريد مود، بتوديك على صفحة اسمها أباوت، بتعرض لك تفصيل أكتر عن المشروع، بديتيلز أكتر يعني، وهنا برضو صور من المشروع. فبداية كده خلينا بسرعة كده نخد في تفصيل. واتش فيديو بتضغط عليها بتظهر لك فيديو المشروع بتاعنا. تمام. هو ده بس برومو فيديو كده، لسه التست يعني، بنتست بيه، لسه البرومو فيديو لسه مش اتعمل، بيتعمل يعني تصوير الفيديو ده. جيت ستارتد، توديك على هنا على بداية الموقع. هنا دي سكيما حطيتها عشان تبين برضو تفصيل المشروع والدنيا ماشية ازاي فيه. هنا عملنا 3 فيتشرز للمشروع، طبعا أبرز 3 فيتشرز للمشروع عندنا، وكل واحدة كده جنبها حاجة معبرة عنها. زي ما قلنا هنا في الـ About Vision Guard، وشوية تفاصيل برضو عن عن المشروع، مع هنا Read More، والصور برضو كده من المشروع، التكنولوجيز استخدمناها في المشروع ده، ومع كل واحدة تحتيها كده ايه اللوجو بتاعها والتفاصيل يعني أكتر عن يعني فلاتر. هنا برضو اتكلمنا عن يعني فلاتر، اللي مش عارف نود جي اس برضو استخدمناها، الفلاسك استخدمناها، اس سي ار اف دي، فيس ريكوجنيشن، فيس ديتكشن، وهكذا برضو بالنسبة للباقي. في الكومبوننتس نفس الكلام برضو بالظبط يعني، نفس الكومبوننتس استخدمناها والبارزة في المشروع حطيناها هنا. بالنسبة للتيم ممبرز عندنا في البداية كده عملتها بنظام السكرول، ان هو تضغط عليها كده يظهر لك ايه مشاركة كل واحد في المشروع، عمل ايه في المشروع وكده، وفي الاخر هنا بتلاقي السي في بتاعه، بتضغط عليه توديك على اكسترنال لينك، يعرض لك السي في بتاعه. وهكذا برضو بالنسبة للباقي وكله هكذا. تمام. وعندي هنا صفحة وعندي هنا برضو سيكشن خاص بالكونتاكت، الايميل والكول، برضو شوية ايه سيمبلز كده معبر عنه. دي كده ايه حاجة سريعة كده عن الويب سايت. خش بالكود، تفصيل الكود. بداية كده انا استخدمت هنا HTML، جافا سكريبت، CSS، وبوتستراب، واستخدمت لارافيل عشان خاطر الراوتنج، وقلت بما اني استخدمت لارافيل فعملتها بنظام البليت تمبلت، استخدمت نظام لارافيل بليت تمبلت جواه، ان انا عملت هنا لاي اوت. تمام. استخدمها في كل الصفحات يعني، بدل ما اقعد ريوز كل حاجه يعني، فعملت هنا لاي اوت ثابت اللي هو الناف بار مع الفوتر. حطينا هنا كل حاجة استخدمناها من اللينكس الخارجية ولينكس ال CSS files، وتحت هنا لينك الجافا سكريبت والحاجات دي كلها. تمام. هنا حتة الناف بار اهي، الناف منيو. تمام. وتحت هنا ال ID خاصة بالموبايل، أنا عامل الويب سايت عامة responsive للموبايل، فلما تيجي تقرب كده أو تزوره حتى تعمل inspect وتزوره من منظور الموبايل، فبيظهر لك هنا الـ3 علامات دول، وعندك التكنولوجي تضغط على كل واحدة وكذا، وكل حاجة ايه شغالة يعني، برضو ايه نفس الكلام بالنسبة للموبايل وكل حاجة. تمام. فدي كده خاصة بالموبايل، وبتظهر بس لما تيجي تبقى من منظور الموبايل يعني، انا لو دلوقتي بقيت من منظور ويب سايت عادي منظور موبايل فهتلاقيها اختفت، ودي طبعا كله بجافا سكريبت يعني. تمام. والسكرول توب دي خاصة بالزرار على اليمين، السهم على اليمين ده. تمام. ونفس الكلام برضو اديته هنا اسم كلاس، والباقي ده كله اسماء ايه بوتستراب يعني كلاسز، عشان خاطر ايه الستايل وكده. انا هنا اديته كلاس عشان نبقى نظبطه بالجافا سكريبت يعني. والبريلودر، البريلودر في الاول ده كده خاص شيل، بس هو كمان الموقع بيظهر بسرعة فمتبانش هنا بريلودر، عشان الناس كنت من فوق
تمام. سريعا كده نخش في تفاصيل الكود. انا مقسم الكود بتاعي سيكشنز، مش هيبقى فيها اشرح السيكشنز كلها. فمثلا ايه الانترو في سيكشن خاص بالبدايه كده، الحاجات اللي في ظاهره لنا دلوقتي، الويلكم تو فيجن والسورارين تو بوتنز والسكيما. ما فيش يعني حاجة هنا. هنا أنا استخدمت عشان خاطر إن أنا أعرض المشروع إن internal الويب سايت، استخدمت library اسمها جي لايت بوكس هنا في جافا سكريبت الخاص بيها جي لايت بوكس. عملت لها initialize جوه الجافا سكريبت فايل بتاعي، تمام، وعملت select للكلاس اللي اسمه جي لايت بوكس اللي هو ده، بحيث لما تيجي تضغط على الواتش فيديو يعمله لك اكسترنال الويب سايت، ما يدي لكش لينك خارجي او يوديك على صفحه خارجيه تعرض فيها، عشان برضو يبقى ايه يوزر يعني فريندلي للموقع بتاعنا على قد قدر المستطاع. استخدمت برضو لو لاحظنا ان الموقع فيه انيميشن وفيه ديلي كده شويه ضمن الانيميشن يعني انا عامله، تمام، وانا عامل الانيميشن اللي هو جاست وانس، يعني انت لو طلعت اهو ونزلت تاني مش هيكمل لي، لان احنا عملنا له داونلود قبل كده، ودي برضو موجودة في الجافا سكريبت. أنا استخدمت ليها مكتبة اسمها AOS Animation On Scroll، وعملت لها هنا ال Once True، اديت للبارامتر ال Once True، يعني معنى إن هو يظهر مرة واحدة بس، ما ينعادش أكتر من كذا مرة، و ال Delay 600، تمام. عندنا تاني في الفايل الرئيسي بتاعنا، اول حاجه انا برضو مش قلنا احنا عملنا هنا اكستند للاي اوتس دوت اب، يعني البيج دي عملنا لها اكستند هنا وبنبني عليها، وبنحط الكونتنت اللي موجود في الصفحه دي كلها ما بين جزء اللي هو اسمه سيشن السكشن اللي اسمه كونتنت ده، بيظهر بيتحط مكان جمله اليرد دوت كونتنت. يعني اليرد دي معناها انها بتستدعي البيج او اي حاجه فيها سيكشن جوه كونتنت، الاسم اللي جوه ده بتستدعيه وبتحطه مكانها. فده كده بحيث انا اقدر استخدم الصفحه دي، يعني استخدمها هنا في الاباوت برضه عملت لها اكستند هنا، عملت برضه سيكشن كونتنت وحطيت الكونتنت بتاعي برضه جوه هنا. تمام، نرجع للهوم تاني. عندي بعد سيكشن الانترو عندي سيكشن الفيتشرز اللي هم الثلاثه فيتشرز اللي فوق دول، الثلاثه دول كل واحدة وجنبيها هنلاقي الاي بتاعتها الاي تاج. الاي تاج بتاعتها هنا باي باي كاميرا عشان تظهر لنا كاميرا، وهنا برضو نفس الكلام وهنا نفس الكلام. بعد كده عندي الاباوت سيكشن، الاباوت سيكشن برضو في نقطة كده نتكلم عنها، حتة لما تيجي تضغط على ريد مور ان هو يعمل لك راوتنج، ده خاص بلارافيل، تمام. فعملت هنا انكور تاج وحطيت هنا اللينك اللي يروح والاتش ريف سلاش اباوت. فلو جينا هنا بصينا على فايل اسمه ويب دوت بي اتش بي موجود في هنلاقي هنا في الراوتس، لو بصينا للويب اللي هو الفايل كان مفتوح، تمام. انا عامل هنا جيت ريكوست، لما يجي الويب سايت يجي له جيت ريكوست سلاش اباوت ينفذ ما بداخل الفانكشن. طب ايه هو اللي داخل الفانكشن؟ عملت ريتيرن فيو ميثود اسمها فيو وبتاخد بارامتر، تمام. اسم البارامتر اللي جوه ده بيبقى اسم الفايل اللي هيروح عامل له ريدايركت، فانا حطيت هنا اباوت، فهو منتظر دلوقتي ان هو جوه الريسورسز فيوز يلاقي فايل اسمه about dot blade dot php. blade dot php دي اللي هو اختصار اللي انا بستخدم له في blade template، وهكذا. فاللي هو ال about اللي هو اللي احنا عملناه ده، فلما اضغط هنا هنلاقيه راح لل about، تمام. وبرضه مستخدم برضه library للجافا سكريبت اللي هي بتاعت اللايت اللي فوق ده، ان هو لما ابقى اقف على سيكشن ينور لي فوق ان انا يعرفني انا واقف دلوقتي في انهي سيكشن. وبعديها في سيكشن التكنولوجيز برضه نفس الكلام، التكنولوجيز زي كومبوننتس، يعني مقسم كل روز لصفين، يعني عشان ايه برضه يبقى الدنيا منظمه يعني. وحاطط العناوين في اتش 3 والباراجراف تحتيه كده وصف لكل حاجه، ومنظم برضه كل حاجه. انا كولوم ال جي 6 مستخدمين 6، وهنا الداتا اي اس اللي اتكلمنا عليها اللي هي بتاعت الانيميشن اون سيرفيس انيميشن اون سكرول.
والكومبوننتس برضو بنفس الطريقة، يعني كل كومبوننتس برضو والصورة بتاعته المعبرة عنه. بعد الكومبوننتس استخدمنا ال في التيم ممبر سيكشنز، تمام، عندنا برضو في كل تيم برضو وهكذا الأسماء بتاعت كل بتاعه والدور بتاعه اللي شارك فيه وهكذا. فلو اتخذنا مثلا عمر كمثال، عمر عبد العزيز تيم ليدر، تمام، فحطيناه كده في فوق هنا في العنوان بتاعه. لو بصينا على التيم ممبرز هنلاقي عمر هنا اسمه ظاهر H3، والكونتنت بقى هنا الدور بتاعه. في الآخر هنلاقي هنا أنكور بتوديك على اللينك بتاع السي في بتاعه، وعاملين التارجت بلانك عشان لما تيجي تضغط عليها توديك على اكسترنال بيج مش في نفس البيج. وبعدين الكونتنت في الآخر خالص بقى تخش على سيكشن الكونتنت، عاملين برضو عملت هنا برضو الاي تاج، تمام، بحيث ان انا احط هنا تليفون الصورة اللي تحت دي وهكذا برضو بالنسبة للميك. ده الاختصار والجافا سكريبت كود، يعني شرحنا معظمه. هنا البريلودر عشان يشيل البريلودر، مش يفضل البريلودر شغال. عندي هنا اللايت بوكس الخاص بي ان هو ينور لي الدنيا فوق، يعني انا لو واقف دلوقتي على تكنولوجيز هلاقي تكنولوجيز عاملة لايت فوق، المسؤول عنها ال جي لايت بوكس لايبراري. هنا الخاصة بالتوجل، هنا برضو الجافا سكريبت كود الخاص بالتوجل، وهنا الجافا سكريبت كود الخاص بان انا اكوركت السكرولينج بوزيشن. يعني ايه؟ يعني هو هنا بيبص لو لقى نفسه عندي فوق هنا في اللي بتاع تكنولوجيز هيظبط عليها. يعني انا لو كتبت هنا فوق اباوت هيروح رايح على اباوت. فده الجافا سكريبت كود المسؤول عن كده، وعاملين الطريقة برضو سموث، تمام. وهنا الناف منيو سكرول باي، تمام، برضو ده الخاصة باللي هو السكرول اللي فوق ده يظهر لي عليه لايت. بس ده الاختصار بتاع الكود بتاعي كده وشغلي في المشروع على السريع.